Recording in progress. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح. أهلا بحضرتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في لقائنا الثالث من مسار فلسطين والوعي العمراني. محاضرة اليوم بعنوان غزة العنقاء، إعادة الإعمار والانبعاث من جديد. يستخدم العمرانيون التعبير إربيسايد، قتل المدينة أو الإبادة المدينية، فما يحدث في غزة الآن للمدينة وما فيها من مبان وبنى تحتية هو أكثر مما يريد هذا المصطلح التعبير عنه، حتى نكاد نقول أن يحيي هذه الله بعد موتها. لكن غزة عصية، وهي التي اتخذت شعارا لها طائر العنقاء، وقد انبعثت من رمادها قبلا، وسنة الله التي رواها القرآن علينا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ولعلها تكون قريبا. في محاضرة اليوم يشرح لنا المهندس عمر سليم استراتيجيات إعادة الإعمار ومبادئها، وهو مهندس وباحث مهتم بإعادة الإعمار، مدير لمشاريع نمذجت معلومات البناء بخبرة أكثر من 15 سنة، ومساعد باحث سابقا بجامعة قطر، ومؤسس مجلة بيم أريبيا. قام بالعمل في دعم مجال نمذجت معلومات البناء، وكذلك في مجال التنسيق ومجال تطوير المحتوى للعديد من الفرق العاملة بتكنولوجيا البيم، ومتخصص في إدارة البيم وكذلك في النمذجة ثلاثية الأبعاد، وأيضا التدريب والعمل في مشاريع البيم مع الفرق والتخصصات المختلفة. أهلا وسهلا مهندس عمر. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ إن شاء الله؟ تمام، تفضل حضرتك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدعوة الكريمة من أفراس وعمارة من أجل الإنسان. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، إعادة الإعمار والانبعاث من جديد. غزة العنقاء، طيب ده شعار بتاع بلدية غزة، هو عبارة عن العنقاء. العنقاء طائر بينهض من الرماد، يعني بعد ما بيموت بيبدأ إن هو ينهض من قلب الرماد زي ما احنا شايفين الشكل دوت. هو طائر أسطوري، فمن كتر ما غزة اتعرضت على مر التاريخ لمشاكل واتنهضت افضل مما كانت، خدوا الشعار، وده كان الشعار بتاع بلدية غزة هاشم. كلمة غزة هي كلمة اطلقها كنعانيون على غزة. الكنعانيون من 3000 سنة كانوا عايشين في غزة، فسموا المكان دوت باسم غزة، معناه القوة. والمصريين القدماء في وثائق من ايام تحتمس الثالث بتتكلم عن غزة، بيسمها غزاته، اللي هي المدينة المميزة للموقعها، لان هي كان في ده طريق اسمه طريق حورس، فهي كان في ميناء تجاري بحيث ان التجارة بتيجي من اوروبا، بتيجي من افريقيا، بتيجي من اسيا، ويبدأوا التبادل التجاري في المكان دوت. هاشم ده الجد الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما احنا عارفين في القرآن، ليلة في قريش، ليلة فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فهاشم جد تاني الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو عبد المطلب، كان هو اللي بيقوم بالرحلة ديت. هو اسمه الحقيقة عمرو، لكن سمي هاشم لأنه من كرمه كان بيهشم الخبز وكان يأكل الحجاج، فهو أول واحد قام برحلة الشتاء والصيف، وكان بيروح يجيب الأكل من فلسطين ومن غزة ويوديها لمكة. فكان اقتصاد مكة معتمد على غزة، وتوفي هناك، وليه مكان قبر هناك في غزة اسمها غزة هاشم. والغزة موجودة في قاموس العهد القديم، العهد القديم اللي هو بيؤمن باليهود وبيؤمن بالمسيحيين مع العهد الجديد، موجودة هناك باسم العزة. يعني كلمة غزة ذكر قاموس العهد القديم ان معناها العزة. طيب، انا لقيت هنا شوية ارقام، فعايزين نفكر فيها. ايه الارقام ديت؟ اول رقم عندنا 320. حد عارف الرقم ده معناه ايه؟
يا ريت حد يكتب لنا ايه رقم 320 بيمثل لنا ايه النهارده. لا مش المساحة بتاعت غزة. مظبوط، الرقم دوت عدد الأيام من يوم 6، من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة. من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة عدى 320 يوم. في الحرب العالمية التانية تلاقي الدول سقطت في 10 أيام، في شهر، في 15 يوم، مفيش دولة اجتمع عليها كل الجيوش ديت وقدرت تصمد ل 320 يوم ولسه بتقاوم لحد النهاردة. تمام. طيب رقم 40,000، حد عارف رقم 40,000 بيعني لنا ايه؟ هو رقم مهم جدا. مظبوط مهندس هاجر، عدد الشهداء. وما تفتكروش الرقم ده يعدي بالساهل، يعني في افلام كتيره جدا زي انقاذ الجندي ريان، زي يوم هادف في الحي الغربي، كل الافلام دي كان فيلم كله بيتكلم عن شخص وفي الاخر مات، فالناس كلها يعني بتقعد تعيط عشان شخص. واحنا شفنا مثلا تايتانيك مثلا، الناس كلها بتعيط عشان شخصين، فدول الاشخاص الشهداء المسجلين رسميا. فالموضوع خطير جدا. تخيل ال 40,000، ال 40,000 دول مش رقم عادي، ما ينفعش ان احنا نعتبره رقم عادي. انت ليك كام اخ؟ ثلاثة أربعة. تخيل ان 40,000 واحد ماتوا. يعني تميم البرغوثي بيقول كلمة جميلة جدا: ما تحسبوش الشهيد اداكوا بس حياة، ما موتوش هو وحده اللي برصاصه رماه، ده طخ ابنه اللي لسه ما اتولدش معاه، وطخ اولاد ولاده لاخر الايام، موت معاه بشريه كامله محتمله. عدوا بقى فيها كم شاعر وكم رسام وكم طبيب عبقري، بين الاطباء امام وفيلسوف له على حكم الليالي كلام، وبنت نظرتها تشفي القلب من دائه، في شعب كامل رحل ما عرفش اسمائه، فبجسم كل شهيد في غزه مكتمله، خلوا مصر اللي فاضله تعيش كما شاء. رقم رهيب. طيب في رقم تاني برضو، 572. 572 ده رقم اللي اغتالتهم وقتلتهم القوات المحتلة في الضفة الغربية، يعني الضفة الغربية بعيد عن غزة، بس هو مش قادر هناك راح يضرب هناك. تمام. فاللي يقول لك ده السبب اللي حصل، لا، في كارثة موجودة وفي ظلم موجود. طيب آخر رقم معانا، الرقم 49 مليون، رقم رهيب، 49 مليون. ده عدد الأنقاض، كمية الركام. تمام. وزي ما غزة هي العنقاء هي اللي بتنهض من الرماد، برضو ان شاء الله غزة هتنهض من الركام اللي موجود، وهنتكلم ان شاء الله على الموضوع ده بالتفصيل. كمية ركام ما لم يحدث في اي مدينة سابقا، دي ارقام رهيبة جدا، ازاي نقدر نصرف فيها؟ والركام ده مش ركام عادي، هنتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله بالتفصيل دلوقتي. طيب المهندس حسن فتحي طبعا كلنا عارفينه، بيقول هناك 800 مليون نسمة من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن، هم دول الزبائن بتوعي. ده المهندس حسن فتحي. دلوقتي احنا لازم كلنا نقول ان عدد سكان العالم من النازحين قسرا في جميع انحاء العالم بوتيرة غير مسبوقة ارتفع من 43.3 ل 89.3 مليون، من 2009 ل 2021. كل ده 2021 قبل ما يحصل اللي بيحصل في فلسطين. وحسن فتحي بيقول: طالما أملك القدرة والوسيلة لراحة الناس فإن الله لن يغفر لي مطلقا أن أرفع الحرارة داخل البيت 17 درجة مئوية متعمدا. فإحنا لازم نفكر مع بعض، وده واجب لينا إن إحنا نقعد نفكر إزاي إن إحنا نصمم أفضل مباني لإخواننا في غزة، ومباني تكون سريعة، ومباني يكون فيها كل المواصفات اللي إحنا عايزينها. هنتكلم على المواصفات دي إن شاء الله. لكن كل واحد فينا يعتبر ان هي دي القضيه بتاعته، ان هو لازم يهتم بيها، ان ده الواجب بتاعنا. لو انت طالب ابدا صمم، لو انت دكتور خلي الطلبه اللي معاك تفكر في الموضوع، نحرك القضيه نبدا نتحرك فيها. طيب اعاده الاعمار بعد الازمات والكوارث والحروب، لازم يكون في سياسه وخطط وبرامج ومشاريع وقوانين وتشريعات واستراتيجيات،
كل دول لازم يكونوا متكاملين مع بعض في خطة للدولة وخطة للناس كلها تبدأ إنها تتعاون مع بعض في حاجة زي كده. وفي نظرية إعادة الإعمار مش أول مرة يحصل في كارثة، طول التاريخ بيحصل كوارث، في الحروب العالمية الأولى والثانية وأثناء التتار وحروب الصليبية والحروب كلها، ففي خبرة موجودة لازم إن إحنا نستفاد منها ولازم نستفاد من التجارب السابقة ونبدأ إن إحنا نفكر فيها. الكوارث سواء طبيعية أو صناعية لازم نعمل حصر بالآثار بتاعتها ونكون مستعدين ليها لما تحصل يعني، ونبدأ يبقى عندنا طول ما أنت في فترة الحرب استعد للسلام. يعني إحنا دلوقتي في فترة حرب، نستعد هيحصل إيه لما الحرب تقف وهنبني إزاي، وأثناء السلام بتبدأ إن أنت تفكر لما يحصل حرب هتحصل فيها إيه. ده كلام سونتوزو. سونتوزو ده كان عامل كتاب اسمه ارت اوف وور، فن الحرب. الكتاب ده من تقريبا من 2500 سنه، لكن هو حتى الان بيتدرس في الاماكن العسكريه. انا شرحت الكتاب ده بالتفصيل. فلازم يبقى عندنا فهم اعاده الاعمار اتعملت ازاي، لان للاسف اعاده الاعمار اللي تمت اللي عملوها في اوروبا لما طبقوها في بلادنا تعمدوا افشالها. فلازم ندرس هم اتعملت هناك ليه وازاي، وازاي انها قدرت نظريه مارشال. جورج مارشال كان عمل نظريه وقدر يعمل اعاده اعمار لالمانيا ونقلها نقله كبيره جدا، ولكن لما جم يطبقوها في بلادنا تعمدوا انها ما تنجحش، وتعمدوا انها يكون لها اثر سيء على السكان. هنشوف ليه. يعني اول حاجه الاساسيه ان الحاجه ترجع زي ما كانت، نفس الشكل نفس كل حاجه، ويكون عندنا تصور للماضي بحيث ان احنا نبني بنفس النظام ونفس الشكل، ويكون في اماكن متاحه الناس تقعد فيها. في اليابان ركزوا على الامن وتوحيد المجتمعات وانهم يدربوا العمال المحليين واستخدام التكنولوجيا. دي مثلا اماكن دمرت، تمام. دي مدينه وارسو في بولندا، لما جم ان هم يبنوها قعدوا يستعينوا بالصور والمخططات القديمه عشان تتبني زي ما كانت، ترجع زي ما كانت. ومنظمه اليوسكو قالت ان دي تجربه ناجحه. في حد بيسأل عن اسم كتاب اسمه ارت اوف وور او فن الحرب، انا شرحت في حاجه اسمها عون الرب في العنايه بفن الحرب. فاحنا لازم يبقى عندنا دراسه للمشاكل الموجوده. يعني في الاداره في حاجه اسمها ريسك مانجمنت، ازاي ان احنا ندير المشاكل. فقبل الكارثه احنا بنجمع المعلومات والبيانات والتوقعات ونعمل سيناريو، ولما تحصل الكارثه بنسجلها ونعمل تدابير احترازيه ونتدخل وغاسة ونخفف أثر الكارثة وإعادة التأهيل وفي الآخر إعادة الإعمار. وإن إعادة الإعمار بنعمل دروس على أساس نستفاد منها في الظروف اللي جاية. في حد كان بيسأل على إعادة الإعمار في الدول العربية، في كتاب هشاركه معاكم دلوقتي بيدرس تجارب إعادة الإعمار في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين. كل التجارب العربية متجمعة مع بعض إن شاء الله. فإحنا عندنا لازم يكون في إيه تدابير الإجراءات الوقائية لما تحصل الكارثة. عارفين إن في كارثة تحصل نبدأ إن إحنا نتدرب بيها، في حزمة عشان نعالج الآثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والنفسية. لازم يكون في مستشفيات نفسية لمعالجة الآثار اللي حصلت في أماكن معينة، على أساس مثلا لو في حد فقد أطرافه لا قدر الله. يكون في خطة للتعليم، ازاي ان احنا نطور التعليم، ان احنا ازاي ان احنا نستفاد من الحاجات في الاستدامة والبعد البيئي، لان ممكن ان احنا نتصرف بشكل يؤدي لكارثة بيئية زي ما نشوف بعض الامثلة بعد شوية. فكل مرحلة بنبدأ ان احنا ندرس فيها ويكون في خبراء موجودين بحيث ان هم يدرسوا ازاي ان احنا نعمل مسح للمدن، وازاي ان احنا ندرس كل حاجه فيها، وازاي ان احنا نعمل خريطه ثلاثيه الابعاد نقدر ان احنا نبني مدينه ذكيه. ودي النقطه اللي انا هرتكز عليها، ان لازم تكون غزه مدينه ذكيه لاسباب كتيره هنقولها مع بعض ان شاء الله، ويكون عندنا عارفين ايه الاهداف اللي موجوده وعارفين المشاكل بتاعتنا والحدود بتاعتنا. وفي برنامج اسمه اوبن ستريت ماب، ده اشتغلنا بيه كذا مرة في مصر وفي ليبيا وفي دول كتيرة جدا وفي تركيا، لكن هنشتغل فيه ان شاء الله اول ما الحرب تقف على اساس ما حدش استفاد منها يعني. فيبقى في مؤسسات بتشوف الاماكن، تحصر الاماكن،
المكان ده بتاع مين، قطعة الأرض دي بحيث إن ما تتبنيش عليها حد يبني عليها غير المالكة. يبقى في لجان وفرق عمل متخصصة وتعمل حصر للمشاكل اللي موجودة، تكون مكونة من مهندس معماري ومهندس إنشائي ومهندس ميكانيكي ومهندس كهرباء، عشان نشوف المشاكل ونبدأ إن إحنا نعالجها ونشوف أفضل طريقة إن إحنا نعالجها. في كذا نظرية لإعادة الإعمار. في نظرية اللي هي المحافظة على رمزية الأحداث وذكر المكان، وده أثبت نجاحه إن الناس لما بترجع وتلاقي نفس المباني رجعت زي ما كانت، وبالذات الأماكن الأثرية وبالذات البيوت اللي هم عاشوا فيها، بيكونوا عارفين إن هم يعيشوا ويكونوا مستريحين نفسيًا. لما بنغير الحاجة كأنه هو اتنقل من مكان لمكان، بيبقى متضايق ومش حاسس إن هو رجع في مكانه، زائد إن أنت بتثبت للآخر إن أنت أقوى وإن أنت قدرت تتغلب على كل الحاجات اللي هو عملها، إلا لو في تطوير مفيد، يعني هنفتح مثلا سوق معين أو إن إحنا هنوسع الطرق أو هنعمل تصميم معين، لازم الحاجات دي بنحطها في الحسبان، يعني يكون تطوير مش لمجرد إن الشخص يقول أنا طورت، لأ أنا طورت عشان أخدم الناس، الهدف بتاعنا إن إحنا نخدم الناس مش أي هدف تاني، ليه؟ عشان ربنا يرضى علينا. يعني من الآخر لو الهدف بتاعك مش مرتبط برضا ربنا، راجع نفسك، راجع الأهداف بتاعتك. إنما ممكن يكون هدفي إن أنا أعمل حاجة كويسة جدا عشان الناس تقول عليا معماري شاطر، لأ هدفي الأول والأخير إن ربنا يرضى علينا. طيب كلنا إن شاء الله نفكر مع بعض في عادة الإعمار، خلينا متفقين أنا أقل واحد فيكم، أنا أكتر واحد فيكم ما فهمش حاجه خالص، لكن خلينا نقول انها عامله زي ذبابه الخيل. الذبابه صغيره خالص لكن هي ممكن تقرص حصان كبير قوي فيتحرك، فالناس تقول ازاي الحصان ده اتحرك بسبب حاجه صغيره، يعني سبحان الله. فانا ذبابه خيل ان شاء الله يطلع منكم افكار تفيد غزه، انا ما عنديش حاجه قويه، بالعكس انا بقدم حاجه بسيطه خالص، لكن ان شاء الله افكاركم نبدا ان احنا نجمعها باسمائكم ونبعتها ونشاركها، ونشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بحيث الناس بدل ما تتكلم في الكوره تبدا تفكر في ازاي ان احنا نقدم اقل حاجه ممكن لاخواننا في فلسطين، الا وهي التفكير، ان احنا نفكر، مفيش حد يمنعك ان انت تفكر، وان انت تفكر في حاجه اعاده اعمار، اعاده بناء. فاهم استراتيجيات اللي هي الوقائيه، ان احنا نفكر ازاي ان المشكله دي ما تحصلش تاني، ان المباني ما تتكسرش تاني. ازاي يكون في نظام مبكر مثلا للكوارث، ازاي نعمل خطه طوارئ لمواجهه الكوارث، يبقى في فرق عمل اول ما تحصل كارثه يبداوا ان هم يحلوا المشكله. ان يكون في الحلول تكون فيها شموليه، نراعي كل الجوانب، لان انت ممكن تفكر من ناحيه وتنسى الجانب المالي او الجانب البيئي او الجانب الثقافي. فلازم كل افكار اعاده اعمار البنيه التحتيه وتوفير الاسكان والرعايه الصحيه، كل دي لازم نفكر ان احنا فيها. انت ممكن تفكر في حاجه وتعمل مشكله تانية لان احنا ما فكرناش فيها بشكل شامل، وان احنا نكون في تكامل مع الخطط والبرامج التنمويه الاخرى، ويكون فيها حلول مستدامه، مش عايزين نستخدم حاجه تكون مضره بالبيئه، ويكون في تقنيات حديثه لتوفير الطاقه والمياه. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في المياه هنتكلم فيها، ومشكله كبيره جدا في الطاقه، فلازم نفكر مع بعض في حلول، ولازم الحلول دي تكون لا مركزية، يعني ما ينفعش نعمل محطة مركزية لتوليد الطاقة الشمسية، سهل تتضرب ويبقى خسرنا كل حاجة، لا احنا عايزين الحل ده في كل بيت، في كل شارع، في كل حي. تمام؟ يكون في طريقة لتوليد المية. هنشوف حلول زي كده، انت ممكن تولد المية من الهواء، ممكن تجيبها من المياه الجوفية، ممكن تجيبها من البحر. بس عايزين حلول لا مركزية وحلول نافعة ونبدأ إن احنا ندرسها مع بعض. انا بقول لكم انا لوحدي فيكم واثق ان فيكم ناس متخصصين وبتفهم في الحاجات دي اكتر مني، وهتقدر انها تديني افكار كويسه جدا. قبل كده كنت بتكلم وبعد كده الحضور لما علقوا استفدت منهم كتير جدا وطورت العرض او البرزنتيشن. الزراعه المنزليه، عايزين نفكر في افكار ان كل بيت يبقى فيه زراعه منزليه فوق الاسطح، في البلكونات، في الحاجات دي كلها، بحيث يبقى فيه متوفر على الاقل الاكل البسيط اللي ممكن يتوفر لهم. عايزين حلول واقعيه، احنا ممكن نفكر في حلول وهميه ما ينفعش ننفذ، فلازم حلول واقعيه ولازم يبقى عندنا معلومات وداتا نقدر ان احنا نطور الحل بتاعنا. ممكن الحل بتاعنا مش مناسب لدرجه الملوحه هناك، فلازم ندرس كل الحلول. الكفاءه، لازم ممكن يكون عندك حل يخدم 20 واحد،
بينما نفس الحل ده، او يعني لو جبنا حل تاني بنفس الموارد ونفس الفلوس يخدم عدد اكبر، يخدم 100 ألف. فنبدأ ان احنا نفكر في الحل الكفء للموارد اللي موجودة وايا كانت هي ايه، بس هي هتكون محدودة تخدم اكبر عدد ممكن. زي ان احنا نعتمد على المواد المحلية ونبدأ نشوف ايه المواد المحلية اللي موجودة في غزة وازاي ان احنا نستفاد منها، وان احنا نستفاد من طاقة الناس اللي موجودة في غزة. فبدل ما تخلي حد بيبني في بره في الصين او في اي دولة تانية، احنا نستفاد من الشباب اللي موجود في غزة ان هو يساعد في البناء ويبقى وفرت له فرص عمل كويسة ويبدأ ان هو يشتغل فيها. ولازم تكون الحلول مواءمة. يعني كان لنا اخ ربنا يبارك فيه من سوريا، قال افكار، الافكار دي مناسبة لسوريا. فقعدنا مع بعض ازاي نخلي الافكار دي مناسبة لغزة. طب ما سوريا وغزة لازقين في بعض، يعني الاتنين ما فيش فرق، يعني كل شام و... لا، كل مكان ممكن يكون مناسب ليه. في حلول لقيناها مناسبة للضفة لكن مش مناسبة لغزة، في مواد معينة موجودة خام هنا مش موجودة هنا. البساطة، كل ما الحل كان بسيط كل ما كان قابل للتنفيذ وقابل ان احنا نعمله، وان احنا نقدر نستخدم لغة واضحة مباشرة بدون تعقيدات بحيث الناس كلها تفهمها. الحلول لازم تكون مبتكرة وليس إبداعية. إيه الفرق بين الابتكار والإبداع؟ الإبداع إن أنا أجيب حاجة ما جربناش قبل كده وما طبقناش قبل كده ونحاول إن إحنا ننفذها، ممكن تفشل، يبقى أنت أهدرت موارد في غزة صعب جدا إن أنت يحصل عليها تاني. يعني أنت حل ما جربتوش قبل كده، لا، خد الحل ده جربه عندك في بلدك، تمام؟ يعني أنا في المكان اللي أنا موجود فيه في أفكار جت مع الإخوة، يعني اللي عايز يتعاون، قعدنا نقعد ونشوف الحل ده ونجربه 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 بحيث نطلع بحل ينفع نبعته لاخواننا في غزه ويتنفذ على طول. يعني جربناه عندنا ونفع، جبنا مثلا جهاز بتاع تحليه الميه وقعدنا نجرب فيه، وبعد كده قسنا درجه الملوحه قبل وبعد. درجه الملوحه في الخليج اعلى من درجه الملوحه في غزه، فلو نفع عندنا فنجرب الحلول قبل ما نبعتها بدل ما نبعتها لهم ويجربوا وتطلع فشلت. احنا جربنا حلول وفشلت وجربنا حلول ونجحت وهكذا. انت عندك فكره معينه حاول ان انت تطبقها. كان في احد الحلول وهنعرضها دلوقتي، في دكتور قال انا هطبقها عندي في الجامعه، لو نفعت هنبدا ان احنا ايه نشاركها مع الناس ويبداوا ان هم يطبقوها. فالابداع بالصفر حاجه ما تعبتش، الابتكار لا، بنطور ويكون حاجه موجوده وتطور فيها 5% 10% تطبقها وهكذا. فطيب لو احنا جينا نفكر في اعاده الاعمار، احنا محتاجين اعاده بناء البنيه التحتيه. في خطوة قبل كده هتكلم عنها بالتفصيل ألا وهو الركام. الركام ده كارثة، هنتكلم عنه بالتفصيل. يعني أنت لو جاي في صحراء وجاي تبني هتلاقي الموضوع أسهل بكتير من إن أنت تيجي في مكان اتدمر بوحشية وبشكل غير آدمي، وهم تعمدوا تدمير كل الجامعات، ما سابوش ولا جامعة في غزة. أنا يعني اديت محاضرات في بعض الجامعات، فيعني الأجهزة اللي بتشتغل بالذكاء الصناعي كان المفروض إنها بتبعد عن الجامعات، لكن هم غيروا الشفرة بتاعتها وخلوها تستهدف الجامعات. هم مش عايزين حد يدرس، مش عايزين حد يكتشف حاجة، مش عايزين أفكار هندسية موجودة. فإحنا لازم يبقى في حد يفكر في طريقة للتعليم الأونلاين والحاجات دي كلها بنتكلم فيها بالتفصيل، لكن إحنا هنركز النهاردة على العمارة شوية. عايزين نوفر مساكن للناس. عندنا مشكلة ان احنا ممكن نعمل مباني كتيرة سريعة لكن بتقعد 10 سنين 5 سنين 6 شهور، في حلول بتقعد 6 شهور وتلاقي الفلوس صرفت في الاعمار العاجل وما بقاش معاك فلوس تصرف في الاعمار الدائم. وده اللي حصل ساعة زلزال تركيا، الناس قاعدة تصرف في المباني اللي هي ايه العاجلة اللي هي بتقعد سنة سنتين، الفلوس خلصت وهم لسه بيفكروا طب احنا عايزين نبني مباني حقيقيه الناس تقعد فيها 50 سنه، يعني بعد 6 شهور ايه اللي هيحصل؟ فاحنا بنشوف افضل حلول اللي الناس تقدر تقعد فيها 50 سنه وفي نفس الوقت تتبني في 3 4 ايام. الناس تقول لي لا، ده مستحيل، ما ينفعش الاثنين. تمام، في حد بيقول الغزاوي لا يزال على صموده وثباته ويكمل الكترونيا تعليمه مع جامعات الضفه. انا عارف ومتابع الموضوع ده يوميا، يعني الحمد لله يوميا متابع مع اخواننا وبتعلم معاهم وبحضر المحاضرات وكل حاجه، تمام. انا واثق من كده. بس احنا دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نسهل عليه، دورنا ان احنا لو نقدر في ماده نقدر ندرسها نقدر ان احنا ندرسها. مش بتكلم عليا، بتكلم على الحضور، كلهم احسن مني، كلنا لازم ان احنا يكون لينا دور.
طيب نرجع ل كان في محاضرتين قبل المحاضرة ديت، محاضرة المهندس أحمد عبد العظيم ومحاضرة المهندس إبراهيم إمام، محاضرتين جمال جدا يا ريت تسمعوهم. كان من ضمن الحاجات اللي بيتكلموا فيها إن الكيان في أول بدايته كان عنده خطة إن المباني بتتبني في يوم، يعني هو عايز يثبت إن المباني هي اتبنت، تمام؟ جزء كبير كان بيحتل المباني بتاعت فلسطين وجزء بيبني المباني في يوم. فاحنا تخيل دلوقتي المفروض ان احنا عندنا تكنولوجيا احدث ونقدر نعمل الموضوع ده بسهوله. وان شاء الله في محاضره يوم السبت المهندس احمد عمر ممتازه ان شاء الله نحضرها مع بعض باذن الله. فمحتاجين نشوف طرق لتطوير الاقتصاد ونوفر فرص عمل ونوفر التجاره ونعزز التعليم والرعايه الصحيه وبناء مؤسسات قويه وفعاله، كل ده لازم ان احنا نتعاون فيه مع بعض. طيب تعال نشوف الحلول وكل واحد يفكر في حل اتنين تلاتة. عندنا مشكلة اللواء العاجل، الحرب وقفت والناس هتفضل قاعدة في الشارع ولا لازم توجد لهم بيت؟ طب أقول لهم أنا هجيب لكم بيت بعد شهرين، هينفع؟ أنت لازم توجد بيت خلال فترة قريبة، هي دي فكرة اللواء العاجل. اللواء الدائم إن أنت عايز بيت يعيش معاهم 50 سنة، لو لقيت حل يجمع بين الاتنين يبقى ده أحسن حاجة، بدل ما تصرف فلوس في اللواء العاجل وما تلاقيش فلوس للواء الدائم. مشكلة المية، من قبل الحرب كمية المية اللي بتدخل لغزة ربع، أقل من ربع اللي يكفي للإنسان، يعني منظمة الصحة العالمية بتقول لك أنت يكفيك 100 لتر، الغزاوي بيشرب 22 لتر. طب والكيان المواطن هناك أو المحتل هناك أو المغتصب هناك يعني بيشرب تقريبا 400 لتر، يعني كمية المية اللي بيستهلكها 4 مرات اللي المفروض إن هو يستهلكها، تمام؟ مشكلة الطاقة البديلة، محتاجين طاقة وتكون الطاقة دي لا مركزية. احنا ممكن نعمل حتى طاقة شمسية للمكان كله يتضرب، فاحنا محتاجين طاقة شمسية أو طاقة رياح أو أي طاقة تكون موجودة في كل بيت في كل شارع في كل حي وهكذا. مشكلة الركام والردم دي مشكلة خطيرة جدا. طيب المعايير المقترحة، ماشي، المعايير المقترحة لازم يكون في تهوية بشكل كويس، المعايير البيئية، إنارة طبيعية، توفير خصوصية، ودي حاجة مهمة جدا في الثقافة العربية، يبقى في خصوصية. في دول تانية مش مهتمين بالحاجة ديت، لكن احنا عندنا في اهتمام بالخصوصية. أهمية اختيار الموقع وإنشاء بنية تحتية، نستخدم مواد صديقة للبيئة، ممكن نطورها، ممكن احنا نفكها، ممكن احنا نعمل إعادة تدوير، ممكن لو عايزين ننقل الحاجات دي لمكان تاني نقدر ان احنا نفكها وننقلها. المعايير المعمارية، يبقى في إمكانية ان احنا نعمل مرونه للفراغات الداخليه، نقدر ان احنا نغير مثلا الغرف ونقدر ان احنا نفتح غرفتين على بعض او ان احنا نقسمها او نخلي في غرفه للمذاكره وغرفه للنوم. يكون في تامين ضد الحريق، المواد نفسها ما تكونش قابله للحريق. ساعه المطر لما نزلت كانت في مشكله في الخيام، كنا قعدنا مع الناس المتخصصه في موضوع الخيام دوت، تقريبا في يمكن 40 نوع، في انواع فيهم سيئه جدا يعني الناس مش عارفه تقعد، في نوع بيبقى مايل عامل زي شكل هرم، فانت واخد مساحة مثلا 4 متر في 4 متر لكن من فوق انت 2 متر في 2 متر، الناس مش عارفة تتحرك، انت ضيقت عليهم، فلازم تكون على هيئة مثلا زي مكعب على اساس الناس تقدر تستفاد من المساحة بشكل كويس، تمام. المعايير الانشائية لازم يكون معيار نظام انشائي بيناسب الموارد المتاحة، ويكون لو حصل اي مشكلة لا قدر الله الناس اللي جوه ما تتضرش، يعني في مباني لما بتقع بيكون ناس كتيرة بتموت بسبب النظام الإنشائي نفسه كان سيء وأدى لموت الناس أو إن هو وقع عليهم بشكل سيء، وده اللي حصل برضه في تركيا، إن فوجئوا إن النظام الإنشائي اللي هناك كان معمول بشكل سيء وأغلب الناس ماتت بسبب النوع دوت. في نوع كان حد بنى بيه والحمد لله ده اللي الناس نجت لأن هو كان مبني بشكل سليم، فإحنا محتاجين حد متخصص إنشائيا يقارن لنا ويبدأ ان هو يعمل لنا دراسة. احنا مثلا لو هنبني بنظام مثلا الاكاس الرملية هنناقشها دلوقتي، هل النظام ده يقدر يستحمل كام دور وهكذا، فمحتاجين حد يتعاون ويوجد اللي يعمل الاناليسيز ويوجد الحاجات ديت. المعايير التقنية انها تقدر تتفك وتقدر ان انت تعملها اعادة تركيب وعامل النقل والتخزين. المعايير الاقتصادية، احنا عايزين نخفض تكلفة المبنى باستخدام الخامات المتوفرة، تخيل في مادة مثلا مش موجودة وانت مضطر ان انت تشتريها والحاجات دي كلها.
المعايير الاقتصادية العمر الافتراضي للوحدات، الوحدة تستحمل كم شخص أو هتسيع كم شخص، إن احنا نتحكم في زمن التنفيذ، إن احنا نقدر نعمل كم دور، كل الحاجات دي نقدر إن احنا ندرسها. يعني لما أقول لحد مثلا احنا هنبني مباني 5 أدوار، غير لما أقول له احنا هنبني المباني دي دور واحد، فعدد الناس اللي هتسكن في قطعة الأرض دي 5 مرات، فالأفضل إن احنا نشوف الحلول اللي هي تبقى 5 أدوار. ولو زودنا عن كده، زودنا 7 8 أدوار 10 أدوار، هتبقى مشكلة لو الكهرباء قطعت والأسانسيرات مش شغالة، فهتبقى فيها مشقة على الناس، فلازم برضو نحطها في الدراسة. طيب هجاوب حضرتك على الموضوع ده. المعايير الفنية، توفير العزل الصوتي والحراري المناسبين، بنصنف المخاطر. في بقى نقطة ما كنتش عامل حساب فيها، وفي حد الدكتورة قالت لي انت ما خدتش بالك منها وانا كتبتها، اصحاب القدرات الخاصة، في ناس كتيرة فقدت اطرافها، فلازم واحنا بنصمم المباني نكون مراعيين الموضوع دوت، ان ممكن ناس تبقى ساكنه في مشكله في احد الاطراف، فلازم يكون التصميم المعماري يسمح لهم بدخول البيت والمعيشه في البيت دوت. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نفكر بيها بشكل قوي اعاده الاعمار الذاتي. ايه هي فكره اعاده الاعمار الذاتي؟ انا هشرحه، بس يا ريت لو حد عارفه يكتبه لنا برضو ايه في الكومنتات. فكرة الإعمار الذاتي إن المجتمع نفسه هو اللي هيبني، مش هنجيب عمال من بره، لأ المجتمع نفسه هو اللي هيبني، هو اللي هيساعد بعض. يعني ودي كانت موجودة عندنا في كل الدول العربية، يعني حتى في قطر هنا كنت محاضرة معمارية، الراجل قال زمان كان كده، كان أي حد عايز يبني يروح في الجامع يقول لهم إيه تعالوا ابنوا معايا، ويجوا كلهم يبنوا، ومقابل كده مثلا إيه بيكون عامل لهم شوية شاي وشوية حاجة ياكلوها وحاجات زي كده، وكلهم مبسوطين. فهي دي إعادة الإعمار، إن كلنا يعني 10 أشخاص يقدروا يبنوا 10 مباني، لكن شخص لوحده ما يقدرش يبني بيت. العشرة يقدروا يساعدوا بعض إن هم يبنوا المباني اللي هم عايزينها. هيعتمدوا على الجهود الذاتية، دي أفضل من إن إحنا نجيب إيه شركة موجودة مثلا في بولندا مثلا، تيجي الشركة بالصناعية بتوعها ويبدأوا إن هم يشتغلوا. طب ما هو أهل غزة قاعدين من غير شغل، نوفر لهم الفرصة دي، ونوفر لهم تدريب، ونوفر لهم كل حاجة. فدي مهمة جدا، بالذات في المناطق الريفية بيكون المجتمع عارف بعض ومتماسك جدا. يعني في ويليام بوليك، ده كان مدير معهد إدلاي سيفستون للشؤون الدولية، كان بيتكلم عن حسن فتحي، شكل جديد من المشاركة، إن كلهم بيشاركوا بعض وكلهم بيبنوا مع بعض، فده بيخليهم يحسوا إن دي بلدهم ولازم يحافظوا عليها ولازم يحموها وهكذا. فدي من ضمن الحاجات، ان الناس هتعتمد على نفسها، المجتمع هيزداد تمسكا، السرعة في البناء، هو عايز يبني عشان يسكن، فدي هيكون اكتر اهتماما من ان احنا جايبين ناس من بولندا بيبنوا لنا. التكلفة هتكون اقل بكتير، وهيكون لهم رواتب، وهيكون لهم توفير للاكل والشرب وكل حاجة، بحيث ان هم يبنوا في اقرب فرصة ويوفروا لنفسهم اماكن يسكنوا فيها. التحديات، الحاجة الخبرة، ممكن يكون الناس محتاجة شوية تدريب، التمويل، محتاجة للتعاون. طيب اللواء العاجل، احنا محتاجين نوفر لهم في نفس اليوم اللي تقف. احنا قلنا ان الكيان قدر يوفر طريقة سنة 48 يبني في نفس في يوم واحد، فاحنا حاليا اكيد عندنا الطرق دي موجودة بشكل افضل. طيب من ضمن الحاجات في اللواء العاجل ان احنا نستغل المدارس والمساجد، اي مكان مفتوح الناس تقعد فيها كما هو مؤقت، ان يبقى في منازل بسيطه مؤقته غير دائمه من مواد خفيفه خالص. هنشوف مثال لكده، في حاجات معموله من الكرتون، تمام، مواد متوفره وسهله تقدر ان انت تبني بيها بشكل سهل جدا وبسيط. في منازل جاهزه مسبقه الصنع، ودي افضل حاجه، البري فابريكيشن، لان دي بتكون قويه تقدر تستحمل سنين قدام. المخيمات الجماعيه اللي بتقيمها الدول، ده شكل كده عشان نبدا ان احنا نفكر فيه مع بعض، اللي هي في حاجات تقنيات بسيطه الصنع، زي ان نبني مثلا بالجريد بتاع النخل، وده شكله حلو ويتبني بيه في اماكن فخمه في عمان، شفت كذا مبنى مبني بيه. في تقنيات متوسطه الصنع، زي في انواع الواح بتتبني على طول، اي بي اس او اسمنت ليفي او سي ال تي او ال في ال، كل الحاجات دي سهله جدا وتتركب وتبقى مصنعه في المصنع وتيجي تتركب.
وفي أنظمة معيارية، في اللي هي الحاويات اللي هي بتبقى في العربيات النقل، الحاجات دي كلها، وفي تقنيات فائقة الصنع. كان في حد اتكلم على ديت اللي هي الطابعة ثلاثية الأبعاد. الطابعة ثلاثية الأبعاد فيها شوية مشاكل، قعدنا نفكر فيها وقعدنا مع ناس متخصصين فيها في دول كتيرة جدا في أوروبا وتركيا واستراليا، وناس كتيرة اتكلمنا معاهم في القصة دي. والفكرة كلها إن صعب جدا تدخلها، صعب جدا إن أنت تبنيها. لو خدت طابعة ثلاثية الأبعاد وبنيتها مثلا في أي دولة مجاورة وبدأت تصنع الحاجات وتبعتها، ما هي هي ما هي نفس فكرة ال سابقة الصنع، يعني مش حاسينها هتبقى مفيدة. لو انت عملت مبنى تاخدها جوه وتبني مبنى كامل، صعبة جدا، فيها شوية مشاكل هتواجه. تمام. معلش يا باشمهندس، عندي سؤال. تحت امرك، اتفضل. حضرتك اتكلمت عن الإيواء العاجل وإزاي ممكن هو ياخد ميزانية من تكلفة البناء فيعيق أصلا البناء أو ياخد وقت. وكان برضو دكتور أحمد قبل كده كلمنا عن إزاي مثلا بعض الفلسطينيين كانوا بيرفضوا يمشوا من الخيمة مثلا لكرفان أو كده، عشان شايفين إن ده هيحرمهم من حقهم في بيت أو كده. فهل ده مثلا جانب برضو نفسي ممكن الناس أو المصممين يحاولوا يراعوه في موضوع الإيواء العاجل؟ يعني حتى شفنا بعض الحلول اللي اتوفرت في ناس من غزة رفضوها، يعني قالوا ان هم وجودهم مثلا تحت البيت او الركام البيت او حتى لو مجرد كاميرا كده، شايفين ان ده اضمن لحقهم في البيت او كده. فهل حضرتك عندك تعليق او حاجة زي كده؟ طيب، هو حقهم طبعا ان هو يصر ان هو يبقى عايش في نفس المكان اللي هو بيته وحدود ارضه موجوده فيها، واي حل احنا بنقوله ما ينفعش نفرضه على اهل غزه او على اي شخص، لازم هو بيشوف الانسب ليه. ممكن انا مش موجود في المكان، واهل غزه ادرى بالظروف الموجوده، احنا بس بنحاول نوجد حلول وهم احسن مننا ويقدروا يختاروا افضل حل ليهم. فبالنسبه لنا احنا اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا هنشوف الحلول دي كلها وهنتكلم مع بعض ايه ممكن يكون في حل مثلا مناسب دلوقتي. تمام. وفي حل اللي هو احسن حل، اللي هو الحل اللي يكون ايواء دائم وفي نفس الوقت سريع. يعني لو انا قلت له ايه، طب المكان اللي بتاعك ده اهو ادهولنا بس يومين هفضهولك وابني لك البيت بتاعك خلال يومين وسلمهولك، مستحيل هيعترض. لو انا قلت له هرجع لك بيتك زي ما هو خلال يومين بس، اليومين دول خليك قاعد جنبينا في الشارع اهوت وانا هبني لك البيت وتيجي هتلاقيه زي ما هو وزي الفل وشارك معانا في البناء. تمام. اللي هو نظام الجي ار سي بيتركب في خلال يومين، وده نظام مش جديد. انا والدي كان شغال فيه في السبعينات، والدي كان شغال في المباني الجاهزه من السبعينات، وشركات كتيره جدا في مصر بتبني بيه، والحجاج في الحج في السعوديه بيستعينوا بحاجات زي كده. فهو نظام مش هنجربه، لا، نظام موجود ونظام كويس، وهنحتاج مثلا كبيرة او 3 ايام يلاقي مبنى 5 ادوار يقدر ان هو ياخد عيلته ويسكنوا فيه وفي نفس حدود ارضه وفي نفس كل حاجه. فاعتقد ان ده الحل ده هيكون افضل حاجه، لكن طبعا ما ينفعش ان احنا نعمل بقيه الحلول. يعني ممكن مثلا يكون في حل كويس، لكن الحلول التانيه ممكن لظرف معين نحتاجها، فلازم نناقش كل الحلول ونشوف ايه الافضل. تمام. يعني زي ما حضرتك بتقول، السرعة والمشاركة حاجات بتضمن مصداقية عند الناس، يعني مظبوط تخليهم مظبوط. يقبلوا. اساسي الموضوع مش اول مره يحصل، الموضوع في 2009 و2014 وسنين كتيره جدا. ولو رجعنا ل 48 وقبل 48، غزه ترجع ل 3000 سنه قبل الميلاد، دي اللي احنا مسجله رسمي. قبل كده برضو موجوده، وطول الفترات عماله تمر بمشاكل. تمام. فعندهم تاريخ جدا كبير، وحصل ان هم سابوا المكان وقالوا هنرجع خلال كام يوم، وحصل مشاكل والحدود طارت وما عرفوش. فمدركين للمشاكل اللي موجوده والسجل اللي موجود، ولازم ان احنا نحاول نتجنب كل المشاكل دي في الفترة اللي جاية. والبلديات بتوع غزة قايمين بجهد مشكور جدا في القصص ديت. تمام. فاحنا بندور على احسن حلول وبنوفر، نتكلم عن كل الحلول ونبدأ نقول والله الحل ده في مشاكل كذا وكذا، لكن ممكن يكون مناسب لحد. يعني مثلا فكرة ان احنا نعمل بيت من الخيام ممكن ما نكونش شايفينه كويس، لكن هو ده مثلا في الفترة دي او لظرف معين.
يعني انا طلب مني اقارن بين كذا اسلوب، حطيت معيار اضافي، يعني هم حطوا لي 10 معايير، انا ضفت معيار. المعيار ايه؟ انت كعمر او سالت اي اسم حد من هنا او هاجر او عبد الرحمن، ترضى ان انت تسكن في البيت ده ولا ما ترضاش؟ فبدات اقارن، لا والله البيت ده ينفع ان انا اسكن فيه مدى حياتي، يبقى انا موافق ان اهل غزه يسكنوا فيه. لا ده مش هينفع، طب ماشي خلاص نخليه على جنب، وهكذا نبدا نشوف الحلول ونبدا ان احنا نناقشهم مع بعض ان شاء الله. والتجارب السابقه بنحاول ان احنا نستفاد منها انها ما تتكررش، مش عايزين اي تجربه تتكرر او مشاكل يحصل تتكرر معنا تاني. طيب ده اسلوب مثلا من اساليب البناء، ان ده مصنع مثلا رحنا فيه، ان انت بتجيب الحاجات دي توصلها بلوكات توصلها، ومن خلال المفك ده تبدا ان انت تربط الحاجات مع بعض، فبتلاقي المبنى اتبنى في يعني في 5 6 ساعات تلاقي البيت اتبنى تمام، وما فيهوش حديد. يعني لو الحديد سمح بدخوله هيكون الامور اسهل، طب لو لم يسمح بيه الطريقه دي ممتازه جدا وصالحه، وتبني البيت وفي وعازل جربناه والعازل شغال كويس، ويبقى ممكن تحط فيه الواح طاقه شمسيه، والموضوع ما بياخدش وقت ومش محتاج تدريب، هو مجرد بس زي مفك كده بتروح رابط خلاص البيت ما بيتهزش بعد كده. ده اسلوب من اساليب البناء تمام. ده اسلوب تاني معمول بالكرتون، ده بيقعد صلاحيته لمده 6 شهور. الفكره دي فكره دكتور مصري اسمه سامر السياري، وفاز بيها في جائزه في اليابان، ان هو بيعمل مأوى سريع لفتره معينه، وهو معمول عشان يستحمل الشمس ويستحمل المطر، ومدهون بماده معينه بحيث ان المطر ما يزهوش، وبيدخل ضوء طبيعي، وفي شويه مزايا كتيره جدا. الميزه بتاعته ان ممكن مثلا ايه، لو بعتنا بس عربيه نقل ممكن تعمل بيه 35 بيت بعربيه واحده، لان هي كرتونه، وممكن حتى من غير ما ندخل حاجه، مجرد ان احنا بعتنا التصميم ده لاهل غزه وهم جمعوا كراتين ويطبعوه بنفس الشكل، هتقدر تبني بيوت كتيرة جدا بدون اي فلوس خالص. وده مش سكن، ده سكن مؤقت، ده مجرد بس لحد ما البيت بتاعك يتبني تمام. البناء بالطوب الني دي انا صراحة ارضى ان انا اعيش فيها مدى حياتي، نفسي تمام. يعني حتى شيخ الازهر احمد طيب ربنا يديله الصحة والعافية، طلب من المصمم ان هو يعمل له بيت زي كده، فده شيخ الازهر ربنا يديله الصحة والعافية ماشي. فده من الحاجات اللي احنا نتمنى ان احنا نقدر نطبقه في غزه، لان هو سريع في البنى، مواد طبيعيه، غير مكلف، تكلفته بسيطه جدا، لان انت بتاخد من الطينه اللي موجوده في المكان، تقدر تبني حتى 5 ادوار. طوروا في الفكر بتاع المهندس حسن فتحي ونادر خليل، وقدروا انهم يبنوا حاجه بالشكل الجميل دوت، شكلها جميل، تباع جوه مش حاسس بالحر والرطوبه، يعني في الشتاء الجو كويس وفي الصيف الجو كويس، لان الحوايط سميكه وفيها شويه مزايا كويسه جدا. فده بيحقق اللي بيطلب بيه الليد، الاستدامه، او البيوت الاسلاميه القديمه. طيب دي طريقه من ضمن الطرق اللي احنا اتكلمنا مع مؤسسه نادر خليل في امريكا، اللي هو البناء باكاس الرمل، ومش لازم نروح ليه، احنا بناخد الفكره وممكن تتطبق بالاساليب اليدويه. يعني بناء بالطوب الني مش محتاجه منها حاجه خالص، شويه هنشرح للناس فيديو وهم يقدروا ان هم يبنوها ببساطه تمام. والكرتون برضو ببساطه شديده جدا تمام، يعني الكرتون مش محتاج ان احنا ندخل حاجه خالص ولا نبعت حاجه، مجرد عملنا تصميم ونقدر ان احنا نبنيه، نقدر ان احنا نبعت وسامحه بالدخول هنقدر ان احنا ندخل. برضو البناء بالطوب الني سهل تعلم الناس وسهل تشرف عليهم وسهل تتبني وهكذا. كل الحاجات دي مش هتكلف اي حاجه من فلوس اعاده الاعمار تمام، بس هي الفكره كلها ان احنا محتاجين مهندسين يبداوا يقولوا لنا ايه اكبر ارتفاع ممكن نبني بيه، كام، ايه انواع الاكياس الرمليه. احنا بندرس الحاجات دي وبنسال وبنعمل دراسات، وان شاء الله الناس افضل مني شغاله في حاجات زي كده، انا اقل واحد فيهم، انا مسؤول عن اجيب لهم شاي ولبن، يعني شغال بوفيه ماشي، لكن الناس كلها شغاله وعايزين احنا نشتغل بقى معاهم ونعمل جهود ونعمل الدراسات والحاجات دي كلها. هل في طريقه ان احنا نعمل السقف حاجه غير الخشب لو الخشب قليل؟ دي بقى نبدا ان احنا ايه نفكر فيها، ولو حد عنده اسئله ممكن ان شاء الله نجاوب فيها باذن الله.
الكرفانات ده التصميم اهو بتاع الامم المتحده، تمام. انا اشتغلت عليه ريفيت انا وواحد الاصدقاء، وحطينا مثلا افتراضات ان هو لو 3 ادوار، تمام، عشان المساحه. طب لو هنحط الواح طاقه شمسيه، طب لو عايزين نحط حديد على الشبابيك عشان ما يسرقش. قعدنا نعمل اكتر من دراسه عشان نقدر نوصل لافضل حل، بحيث الناس اللي موجوده يعني ما تدعيش علينا. في حد بيسأل البيوت من الطوب الطينية مش ممكن تتضرر من المطر؟ في بيوت من الطين موجودة في مصر عمرها 3000 سنة، تمام. أنا جنب بيتي كان في بيت حامد سعيد، ده مبني بالطين الني، كان اتبنى حاجة و60، كان المهندس حسن أول بيت حسن فتحي عمله جنب البيت بتاعي لحامد سعيد، واتهد في 2011 مش بسبب أي حاجة خالص غير إن الشرطة كانت مشغولة فالناس هدوه، تمام. ناس خلاص. في حد بيقول هل من ناحيه القصف ممكن يكون للبيوت الرمليه ميزه عن البيوت الخرسانيه؟ الاثر او الاصابات بتكون اقل. الكرفانات بنطور فيها بحيث انها تبقى صالحه للمعيشه، ويكون في دهان ضد الرطوبه لان غزه على الساحل والبحر فالرطوبه بتكون زياده. الرطوبه زياده دي هتفيدنا لو احنا عايزين نوجد ميه، هنتكلم فيها بعدين. ان انت تعمل وحدات من الجدران بالخشب وتتعشق في بعض، في ناس كتيره مليارديرات عاملين بيوت زي كده، اعتقد رئيس شركه اوريكال عامل زي كده، ده الدكتوره امال الديبيركي. تقدر ان انت تعمل بيوت ومجرد ان انت توصل الخشب ببعض بقى عندك البيت، مجرد ان هم بيتعشق في بعض من غير مسامير ولا اي حاجه خالص. هل الطوب الني ممكن يتوافق مع خدمات المياه والكهرباء الحديثة؟ كان في بيت وكان موجود لحد 2011 وانا كنت بمشي قدامه وكان ممتاز. ده نظام موجود ممكن نشتري منه عدد معين او احنا نصممه. في حاجة اسمها الهندسة العكسية، تصميم عجبك تبدأ تشتري واحدة وتفكر فيها وتدرسها وتعمل حاجة زيها، تمام. ودي اهم حاجة، دي حاجة مهمة جدا موضوع الهندسة العكسية دوت. فده تصميم معين تقدر انت ميزته ان انت بتقدر تحط عدد كبير جدا اثناء النقل فوق بعض فما بياخدش مساحه اثناء النقل. ده برضو شليتر، دي كل حاجات بتيجي في كرتونه، شايف حضرتك الكرتونه دي عامله زي ايكيا، حتى ايكيا برضو عامله حاجه زي كده، لكن المشكله سعرها غالي، تمام. ده خلال 3 ساعات ممكن شخصين يركبوه ويفضل مكان يقدر الناس تقعد فيه لمده 10 سنين. ده بتاع ايكيا، بيجي كرتونه وتركبها، لكن طبعا غالي شويه، 4 اشخاص لمده 4 ساعات ويقعد معاك 10 سنين، فده مأوى عاجل. دي التقنيه ثلاثيه الابعاد، لكن دي صالحه لو المكان اصلا سامح بدخول الاجهزه دي، ف ما اعتقدش ان هو بالنسبه لنا مناسب. وانا ما افضلش ان احنا نبني الحيطه كلها كده كتله واحده، يعني على اساس ايه لو حصل حاجه تتفك على طول. مفهوم الهندسه العكسيه ان انا عندي حاجه معينه بدرسها وافكها وادرس التفاصيل بتاعتها بحيث ان انا اقدر اعمل اجزاء منها، زي مثلا لا حد لا دواء كويس او لا حاجه طبيعيه كويسه، بيبدا يدرس التركيب بتاعها ويقدر ان هو يعملها بحيث ان هو يقدر ينتج منها الاف القطع. النوع من الكرتون، لو حضرتك رحت شربت من اي كوبايه شاي او كده، الكوبايه دي بيبقى فيها غلاف رقيق خالص كده بحيث ان الميه او الميه السخنه او الشاي ما يجيش على الكرتونه، في غلاف دقيق جدا ممكن ما تشوفوش. ده اللي بيدين بيه الكرتون بحيث ان الميه ما تاثرش على الناس اللي موجوده جوه الخيمه. ده من ضمن الاشكال اللي اخذ الجواز كتيره بحيث ان الناس تقدر تسكن فيها وهي تقدر تستحمل اي ضغط وشكلها كويس وكلها معموله بالجمالات بحيث انها تاخد التشكيل الكروي. طيب دي الحلول، لو حد عنده حل يفكر فيه ويا ريت يكتبه وينشره على وسائل التواصل الاجتماعي، هنتكلم في الموضوع ده في اخر نقطه ان شاء الله. طيب اهميه الحفاظ على التراث الثقافي، هم مصرين ان هم يدمروا التاريخ والاماكن الاثريه والحاجات دي كلها، فلازم تتبني زي ما هي، لازم الناس ترجع لكل الصور اللي كانت موجوده ونرجعها زي ما كانت، ده عشان نضمن تواصل الهويه والذاكره الاجتماعيه. لازم اي تصميم للبيوت يكون على الهوية الغزاوية، يعني انت بتصمم بيت بلاش تاخد شكل اقواس او اي شكل تاني من بلد تانية، تمام. في كذا مدينة اتبنت كل بلد بتبني على الطراز بتاعها، لا هنبني على الطراز الغزاوي الفلسطيني.
دي حاجة أساسية بالنسبة لنا. طيب في حد قال كلام جميل جدا ممتاز، مهندس سمان بيقول التين لا يتوفر بكثرة في غزة. مش مقصود التين، المقصود المادة الخام الموجودة في المكان. المهندس حسن فتحي كان بيقول انظر تحت قدميك وابني، فمش فكرة ان احنا نبني التين، فكرة ان احنا نبني بالمواد المحلية الموجودة. لو في اي مادة محلية بنبدأ ان احنا ندرسها ونبني بيها. تمام، يعني دي مثلا مدينة وارسو لما جم اتهدد بالشكل دوت، لما جم يبنوها قال لك احنا نبنيها بنفس الفكرة. فالحقيقة اللي احنا اتعلمناها بصورة مؤلمة من خلال ان هم صرفوا تريليون دولار خلال الحرب العالمية التانية، ان التنمية ما بتمش غير في عقول البشر وقلوبهم، لازم الطرق والجسور والسدود حاجة أساسية، لكن مش هي لوحدها كافية، لازم يكون في ان احنا نشعر ان احنا تغلبنا على العدوان وان احنا انتصرنا عليه. طيب تحلية المياه، تحلية المياه حاجة أساسية جدا، إن يكون في مياه صالحة للشرب. تمام، فممكن إن يعني في المياه اللي موجودة في غزة في مياه سطحية ودي غير صالحة للشرب، محتاجة معالجة جديدة جدا عشان تصلح لإن أنت تشربها. في المياه العميقة اللي أنت محتاج إن أنت تحفر مثلا لمدة 100 متر مثلا عشان تقدر إن أنت تطلع مياه، تقدر إن أنت تعالجها عشان تقدر إن أنت تستخدمها، اللي هي المياه الجوفية. وفي المياه اللي جاية من البحر تمام ويكون مالحة، فانت محتاج ان انت تعالجها. وحتى المياه الجوفية بتتأثر طبعا بالمياه بتاعت البحر. وفي خط جاي من الكيان وطبعا في اي وقت بيمنعهم. تمام، فلازم ان احنا ندرس افضل الطرق اللي موجودة عشان نوفر المياه. في طريقة اللي هي توليد المياه من الهواء، والطريقة دي مش مكلفة. تمام، يعني لو الجهاز نفسه خطته بسيطه وكنت شرحته بالتفصيل، يعني عامل زي جهاز تكييف بتكثف الميه، الهواء بيدخل، الهواء مشبع بالميه تمام بالرطوبه، فبيدخل وبيعدي على المصير، فبيبدا ان هو يتكثف، وبعد كده في معالجه ليها بسيطه، وطبعا في مروحه عشان تجبر الهواء ان هو يمشي في الاتجاه دوت، وفي الاخر تطلع لك ميه بمعالجة بسيطة تقدر ان انت تشربها. تمام، انا مبسوط جدا من الشات لان في ناس فعلا بدأوا يفكروا بافكار كويسة جدا. المهندس هاجر بتقول يستخدم جذوع النخلة بدل خشب، دي فكرة ممتازة، وده فعلا كان بيحصل في البيوت زمان. طيب في حل تاني، وهي فكرة كنا بندرسها في المدارس، ان انت بتكثف، بتجمع مية البحر وبعد كده بتكثفها، وده بيخلصك من الملوحة، بس ما بيخلصكش من الرواسب أو أي مادة مضرة، فمحتاجة برضو معالجة تانية عشان تقدر تصل على مية صالحة للشرب. لكن الفكرة دي هتخلصك من الملوحة وهتجمعلك الملح لوحده والمية في لوحده، بتبخر المية بتيجي مالحة وتدخل، الهواء بيبخر المية فأنت تكثفها وتجمعها في جنب، والناحية التانية والجزء ده بيجمع فيه الملح. ودي برضو من ضمن الطرق الموجودة، ان انت ممكن تحط وحدة تشغل بالطاقة الشمسية تاخد المية والمواسير تروح مطلع لك المية صالحة للشرب، بتجمع لك الملح في ناحية، ملح الطعام، وتديك المية من ناحية تانية. فدي من ضمن الحاجات الممتازة جدا. وممكن حاجة زي كده بتبقى أقماع، الأقماع دي اهي، الأقماع دي ممتازة مثلا لو في مطرة نزلت في مكان، فبدل ما تتبخر بتحط القمع دوت وتجمع فيه الميه، تقدر بعد كده تجمعها وتشربها. ودي مرشحات، دي معموله للناس اللي هي بتسافر كتير، بتقدر انها تفلتر الميه. في وحده تنضح عكسي، دي ممكن تكون موجوده، احنا بنتكلم ان احنا ما نجيبش حاجات كبيره، دي ممكن تبقى موجوده في بيوت، في ناس كتيره بتجيبها وبتحطها في عربيه نقل مثلا، عربيه نقل بتاخد جزء صغير من عربيه النقل، وتبقى مثلا رايحه رحله بتبدا انها توصلها بالبحر وتشرب ميه صالحه للشرب طول ما هي مثلا ايه اسبوع بالشكل دوت، تشرب ميه صالحه للشرب بدل ما ياخد معاها الميه. دي فلاتر من خلال الرواسب والتراب، تقدر ان انت تفلتر الميه بحيث انها تبقى صالحه للشرب. دي اخواننا في الاردن اشتغلوا عليها وعملوها بالشكل دوت بحيث ان هم يقدروا يوفروا ميه صالحه للشرب. برضه الصرف الصحي، في ده بيبقى القاعده نفسها فيها جزء
بحيث ان انت تقدر تاخد صرف صحي دوت وتعمل له معالجه، بحيث الميه طبعا الميه مش هتشرب، وان كان في ابحاث اشتغلت فيها تخليها صالحه للشرب تمام من خلال انواع نباتات زي المورينجا وزي الشابه والحاجات دي. لكن انا عارف ان احنا بنقرا، وانا شفت بيل جيتس نفسه بيشرب ميه اتعالجت بنفس الطرق اللي انا بتكلم فيها، والمصريين كانوا بيستخدموا المورينجا والحاجات دي لصالح الشرب، وانا كنت عند دكتور متخصص في المورينجا وعملنا التجربه ديت وجبنا ميه وحطينا فيها المورينجا وشربناها بعد كده. الفكره بقى ان انت تقدر انت تستفاد من الميه دي في ان انت بعد ما تنضفها خالص تقدر تسقي بيها الزرع وزرع يتاكل، والجزء الثاني تقدر تعمل بيه غاز حيوي، تقدر تشغل بيه اي مثلا مطبخ او اي بوتاجاز والحاجات دي كلها. المورينجا ده نبات في ناس كتير بتشربه وبيعالج حاجات كتير جدا، لو عملت سيرش عليه هتلاقي ان هو بيعالج الاف الحاجات، الاف الامراض ما شاء الله، يعني بيسموه البذره السحريه. الوحدات دي المفروض انها بتتركب في كل بيت وفي كل شارع في كل منطقه بيبقى فيه الحلول ديت. احنا مش عايزين حل مركزي، حل مركزي سهل يحصل له مشكله والموضوع يقف، لازم حلول لا مركزيه تمام. فهنا اهو الراجل بيجمع الصرف وبيبدا ان هو يعالجه بحيث ان هو يقدر ان هو يسقي بيه النباتات. ده دكتور مؤيد في الاردن قدر ان هو يشتغل المشاريع الجميله ديت، وطبعا كله بالطاقه الشمسيه. الاردن من الدول القويه جدا في الطاقه الشمسيه. انا سايب لكم الروابط بحيث ان انتوا تشوفوا المشاريع وتطلعوا عليها بشكل افضل. ان شاء الله بعد المحاضره هبعت للإدارة البرزنتيشن والكتب اللي ممكن تكون مفيدة بالنسبة لنا. فكل ما يكون الحل سهل وبسيط كل ما يكون أفضل. دي مثلا حضرتك رطبة اصطناعية، إن أي مية فيها مشاكل هتخش على مجموعة من النباتات تخرج تكون صالحة للشرب، وصالحة للشرب 100% يعني بناخدها من المختبرات ونجربها قبل ما بنقول إنها صالحة للشرب، بندخلها على أجهزة وتقيس الشوائب وتقيس الملوحة وتقيس كل الحاجات بحيث ان فعلا نتاكد انها صالحه للشرب، مش هنخلي حد يشرب حاجه غير لما نكون واثقين فيها. تمام؟ كده اتكلمنا سريعا عن الاعمار وعن الميه، وهنتكلم بقى على المشاكل البيئيه. المشاكل البيئيه حاجات رهيبه جدا. احنا عايزين اصلاح ما يمكن افساده، ما تم افساده قدر المستطاع، ان نتخلص من مخلفات الحرب. مخلفات الحرب فيها عندنا فوسفور وعندنا في مواد مشعه، مواد مشعه دي جايه من ان المستشفيات اللي تم ضربها، ودي طبعا جريمه ان هو بيستهدف المستشفيات وبيستهدف الجامعات وبيستهدف التجمعات السكانيه المدنيه الحاجات اللي تبع الامم المتحده استهدفها. فالمستشفيات كان فيها وحدات علاج بالاشعه فدي تم تدميرها، فدي محتاجين جهازها هنغيره لكم دلوقتي بيقدر يكشف مدى الاشعه عشان نقدر نتصرف معاه. فالمخلفات دي لازم تتم معالجتها قبل ما نبني بيها، يعني لو جينا نبني بيها الشخص اللي يسكن في المكان معرض طول الوقت للفسفور ومعرض للمواد المضره فهيصاب بامراض كثيره جدا. فلازم معالجه المواد ديت وان احنا نشوفها. لو الركام ده قلنا هنرميه في البحر فده ممكن يدمر الثروه السمكيه، لازم يتم معالجته قبل ما نتصرف فيه. لازم يتم دراسته، يعني ناخد عينات من كل حته ويتم دراسته وناخد القرار فيه هيتعمل فيه ازاي. توفير ظروف حياة آدمية واجتماعية للمخيمات المؤقتة، المفروض مؤقتة بقدر الإمكان نقللها، لأن في مخيمات مثلا موجودة بقى لها 20 سنة. تمام؟ إعادة هيكلة المجتمع، الدعم النفسي وإعادة التأهيل. فلازم يكون في آليات معينة، تمام؟ في دلوقتي آليات أنا شفتها بتشتغل بريموت كنترول بحيث لو حصل لا قدر الله إن في حاجة ما تفرقعتش أو صاروخ ما تفرقعش يقدر ان احنا نعالجها من بعيد من غير ما تحصل مشاكل او يحصل ان تنفجر في حد وكده. فبقول لحضراتكم المشروع اعاده اعمار غزه اسوأ بكتير من انك تروح لحته الصحراء وتبنيها، الموضوع صعب جدا. يكون في حد بيصور كل حاجه بتحصل، الجهات الامنيه موجوده عشان تبعد الناس من الاقتراب من البيوت اللي بيتم التعامل معاها. بيكون في فرق انقاذ وانقاذ، رصد حالات اشعاع غير طبيعي، يبقى في مسح اشعاعي للركام. طيب دي الركام الموجود، تمام؟ تخيل ان الحاجات دي بينها يعني يوليو 2024 كان 42 مليون، مايو بقى 39 مليون، يناير يعني في خلال اشهر الحاجات بتزيد.
نوفمبر كان 3.8، يناير بقى 23 مليون. تخيل من نوفمبر ليناير من 3 ل 23، انقاض انقاض يعني بيوت كانت الناس ساكنه فيها واتدمرت. تمام، من يناير لمايو من 23 ل 39، من مايو ليوليو 42، دلوقتي 42 مليون طن من الانقاض بتغطي غزة، ودي كل مدينه الانقاض اللي فيها دي. خلي بالنا، رفح، رفح هي مدينه على الحدود، يعني نصها بقى في مصر، يعني لما جم قسموا خلوا نصها في مصر ونصها في فلسطين، احنا ما فيش فرق بيننا، يعني اهل غزه هم مصريين، يعني احنا فلسطينيين بس اتولدنا في مصر، فما تخليش فكره الحدود دي تفرق بيننا. تمام، يعني الراجل قسمه، كان الاثنين اخوات ساكنين، وده لقى نفسه في مصر وده لقى نفسه في فلسطين، الاثنين اخوات في رفح المصريه ورفح الفلسطينيه، هي كانت مدينه واحده اتقسمت نصين. فاحنا عايزين فرز الانقاض. اسوأ حاجه بقى في الموضوع ان في شهداء كتير موجوده، فلازم يكون في تعامل حريص جدا، ما ينفعش بالالات، ما ينفعش، ولازم يبقى في جهود عشان نعرف مين الاشخاص الشهداء دول ويدفنوا بشكل مكرم. والمخلفات اعاده تدوير مكلفه، انا عارف، لكن لو ما فيش سماح بدخول الحديد والاسمنت هنضطر ان احنا نعمل اعاده تدوير. لو في دخول للمواد الحديثه خلاص، احنا ممكن المخلفات دي نستخدمها في حاجه تانية، ممكن نعلي سطح غزه على اساس ما يحصلش ان سطح البحر يعلى فيغرق زي ما حصل في اخواننا في ليبيا. مخلفات صلبه بتتبعت لحرق المخلفات الصلبه. كنت بكلم مع دكتور متخصص في النفايات في غزه، فقال لي ان المخلفات العضويه اللي هي من الاكل ما بقتش موجوده، يعني الاكل خلاص ما بقاش حد يرمي اكل. المخلفات دلوقتي اللي هي المعلبات اللي هي مثلا في علبه فول مثلا، هي دي اللي موجوده، انما الاكل نفسه المخلفات العضويه خلاص اختفت. تمام، فلو في رد مع عديم الفائده ممكن نحن نبعته لرصف الطرق وحاجات زي كده. ممكن نزود ارتفاع الساحل، ممكن نعمل بيه الطرق، ممكن نعمل بيه الجسور، ممكن نعمل بيه مشاريع بنيه مختلفه بحيث ان احنا نستفاد منه. ده جهاز جايجر، هو في نوعين من الاجهزه، في نوع بيبقى صغير زي دوت بتقدر ان انت تبقى ماشي بيه، بحيث لو انت بتعمل مبنى بيقدر يقول لك خلي بالك ان في خطوره هنا وبلاش تدخل. وفي جهاز كبير بيتركب على عربيه مثلا صغيره وبيفحص مساحه واسعه تقريبا 50 متر او 100 متر حسب الجهاز اللي انت هتشتريه، ويمشي بس كده في طريق غزه، تمام، طريق صلاح الدين او وهكذا، يبدا ان هو ينتبه ويقول لك ايه الاماكن اللي انت تخاطر. ممكن ياخد غزه دي كلها مثلا يفحصها كلها في يومين. فلازم نفكر ازاي نوفر محطات ميه، محطات صرف، نعمل طفره في الاستغلال للزراعه، ايه افضل طرق للزراعه فوق البيوت، محتاجين دكتور في الزراعه، نعمل تدريب للمجتمعيين، نقدر نعرف الحرفيين والمهنيين في مجال الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده عشان نستفاد منهم، اعاده هيكله المجتمع، الدعم النفسي وإعادة التأهيل، ودي حاجة مهمة جدا لأن الفترة الطويلة تقريبا سنة كاملة حاجة بسيطة تحت ضغط رهيب جدا ما يستحملش إنسان، يعني لولا إن ربنا صبرهم ما كانش كان مستحيل يصبروا. فلازم إن إحنا نعمل يبقى فيه دعم فني وإعادة تأهيل، كل واحد يشوف يقدر يخدم نفسه في إيه أيا كان اللي تقدر عليه. يعني كل واحد، أنا راجل بفهم بعرف أعمل أكل، خلاص شوف إزاي تعمل أكل، بعرف اعمل، بفهم في العماره، صمم لنا حاجه في العماره، بفهم في، شوف كل واحد ربنا اكيد اداك نعمه ويسالك عليها يوم الايام، فقول والله انا اللي انا اتعلمته استخدمته في ان انا خففت الضرر على اخواتنا في كل مكان ان شاء الله. طيب المواد الخطره عشان نبقى عارفين، الديناميت والنيتروجليسرين والغازات والسوائل القابله للاشتعال، المواد الصلبه، الحاجات دي طبعا قعدنا ندرسها ونشوف ايه اللي ممكن يكون موجود وايه اللي مش موجود، لكن طبعا لسه الواقع العملي بقى لما الامور تقف ان شاء الله نقدر نعمل دراسه افضل. فلازم الاولويه ان الدفاع المدني يتدرب على الحاجات دي، نوفر له كل الاجهزه عشان يقدر يتعامل مع المواد الخطره ديت، البدله نفسها، المعدات اسف
التدريب بنتعامل مع مدى الخطرة. دي مثلا احدى المشاريع اللي موجودة، ان احنا نقدر نعمل وحدات معالجة المية يكون حجمها صغير، مش عايزين احجام كبيرة، مش عايزين حد يفكر في حل يخدم غزة كلها، لا حلول صغيرة تكون افضل. تمام، دي بعض الامثلة. طيب التوصيات اخيرا بقى، اعداد استراتيجية وطنية شاملة لإعادة الاعمار، كل غزة تقدر انها تجتمع فيها، شمولية الابعاد، نفكر في كل الحاجات الاجتماعية والثقافية والسياسية، وتتكامل مع خطة التنمية ووضع معايير تخطية، ونستفاد من تجارب الدول في الفترة دي، نقدر ان احنا نشوف إيه كل دولة عملت ايه. هشارك معاكم كتب بتتكلم في الموضوع دوت، في تجارب دول كتيرة نقدر ان احنا ندرسها مع بعض. يكون في وزارة أو مؤسسة متخصصة في إعادة الإعمار تدرس الأفكار ديت وتفلترها وتقول إيه اللي ممكن يكون مناسب لينا، ونشرك السكان. يعني بص، فكرة إن أنت تبني من غير ما تاخد رأي السكان دي حاجة خطيرة جدا. أنت حتى لو بنيت لهم قصر بس مش هو ده اللي عايزه، مش هيكون مبسوط، مش هيكون قادر يعيش، هيكون نفسيا متضايق. حسن فتحي طلب منه إن هو يصمم لفلاحين، انا فلاح على فكره محدش يزعل، بس ناس بوسطة مش هم اللي هيدوا الفلوس، يعني الفلوس جايه من الدوله، لكن قعد مع واحد واحد، طب انت عايز ايه، طب انت عايز مين جارك، طب انت عايز ايه، وقعد يتكلم معاهم لحد ما صمم لهم قريه القرنه. تمام، ما قعدش يحط اللي في دماغه. اعرف اشتغلت مع مهندسين، ممكن صاحب فيلا واحد يقول له لا انا عندي فكره تانية، يا عم انا عايز كاس، لا انا عايز دايريه، انا عاملها غير اللي انت، انا عامل لك حاجه حلوه قوي، انا مش هبقى مبسوط في البيت ده، لا. فلازم السكان اهل غزه هم اللي يشوفوا ايه اللي اسهل ليهم وايه اللي احسن ليهم، وانا واثق ان الاحسن ليهم واللي هم مبسوط، اللي هم يعني احنا عملنا استبيانات اللي هيبسطهم ان بيوتهم ترجع زي ما كانت واحسن، يعني ترجع زي ما كانت بنفس الطراز. ما تقولش لا انا هعمل لكم الطراز اللبناني، لا الطراز المصري، لا الطراز القطري، الطراز السعودي، هو عايز الطراز اللي هو متعود عليه وشاف بيته بيه. تمام، هنعمل عمل استراتيجية على مستوى كل بلدية، في استراتيجية عامة واستراتيجية كل بلدية بتبدأ تشوف ايه الأنسب ليها. في إعادة إعمار على المستوى المحلي أضيق بقى شوية. كل هدفنا إن احنا نقلل الكوارث ونشرك السكان في كل حاجة احنا بنعملها. ونعمل إعادة تقييم دوري، ايه الحاجات اللي احنا أحسننا فيها وايه الحاجات اللي سيئة فيهم. النازحين بيتوزعوا حسب الأماكن الجغرافية لمنطقتهم، ويكون في مأوى مؤقت ليهم، ونشوف البدائل الأمثل. ولازم نهتم بموضوع الجامعات ومراكز البحوث، وما شاء الله هم مكملين في الدراسه وكل حاجه، لكن احنا دورنا ايه؟ ايه اللي احنا نقدر نخدم بيه؟ ايه الحاجات اللي احنا نقدر نفيد بيها؟ اخيرا في 3 كتب نحاول ان احنا نقرا فيهم، كتب متوفره. كتاب اعاده الاعمار ده الرابط بتاعه موجود اهوت، في تجارب كتيره جدا سواء عربيه او غير عربيه. في كتاب اسمه ارض جوفاء، ده واحد صهيوني اسمه ايال وايزرمان، بس هو من الناس اللي ضد الاحتلال وضد الصهيونية، يعني يهودي لكن ضد الصهيونية، فاحنا نحترمه ونقرا الكتاب بتاعه وهيكتشف لك حاجات كتير جدا ان ازاي هم بيستخدموا الهندسة في ان هو يحتل الارض، ازاي ان هو بيصمم الطرق بحيث ان الطرق دي يمشي فيها العربيات بتاعتهم بس، يعني دول ليها ارقام ودي ليها ارقام، فلما يكون في حاجة فيها قلق ممنوع مثلا الفلسطينيين يمشوا في الطرق دي خالص. تمام، العربيات اللي هتدخل لا، اللي هي ايه تبع الدوله بتاعتها تبع الاحتلال، ان هو يقدر ايه يحكم اهل اللي بيعملوا مش مستوطنات، هي مغتصبات جوه الغزه، كانوا عاملين كده في كل حته مغتصبه، وبعد كده لقوا ان الموضوع مكلف ليهم بالنسبه لهم فانسحبوا. لكن في الضفه دلوقتي ايه، بين كل تجمع سكني في الضفه لازم يحط مغتصبه بحيث يضيق عليك، وبحيث ان هو يبقى فوق ضفه عاليه فيبدا ان هو يراقب المكان، مستخدم الهندسه لصالحه. هبعت لكم حاضر، هي كتب موجوده على التليجرام فهتلاقوها، ولو مش موجوده هحملها لكم. احتلال مدني، سياسات العماره الاسرائيليه، رافي ووايل، الاثنين يهود لكن ضد الصهيونيه، ضد الاحتلال. تمام، فاحنا لازم نفرق بين بني اسرائيل واليهود والصهيونيه. القران دايما بيفرق بين بني اسرائيل واليهود، دي محطوطه في مكانها ودي محطوطه في مكانها، فلازم احنا نفرق بين الاثنين بشكل كبير وبين الصهيونيه. تمام، طيب انا كده يعتبر خلصت، بس قبل ما ناخد الاسئله بتاعتكم
عايزين نقول الواجب. ماشي، الواجب معانا ان شاء الله يعني بعد اذنكم، ان احنا عايزين نبدا ان احنا نفكر في افضل طرق نقدر ان احنا نعملها. عايزين مشروع لاعاده اعمار جزء من غزه باستخدام التكنولوجيا المستدامه. فكل واحد يفكر ايه التكنولوجيا اللي هو ممكن يستخدمها، ايه الافكار اللي ممكن يستخدمها. مش لازم التكنولوجيا دي تفهمها ان انا عايز حاجه حديثه طبعا سيطره بعد، لا، اللي انت شايفه انسب يعني. ممكن طوب ناي ماشي، عايز خشب ماشي، انت شوف ايه الافضل ونبدا نفكر فيها وتنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. عايزين وسائل التواصل الاجتماعي تتناقش في الحاجات دي بدل تتناقش في الكوره ومش في الكوره. وانت ابدا شوف حل الوضع الحالي وحل الموارد المحليه اللي هتستخدمها، وشوف ايه الافكار وايه مصدر الطاقه بالنسبه لك، ايه اداره الميه، ايه الرسومات التوضيحيه، اعمل خطه للتنفيذ، واعمل بس ايه تاج كده او وسم فلسطين والوعي العمراني وزاد الرب وعماره من اجل انسان. هنزل لكم الحاجات دي كلها على التليجرام عشان تبداوا ان انتوا تشتغلوا عليها. ملخص اللي انا بقوله ان احنا هنعمل غزه، في حد قال لي لخصها في كلمتين، عايزين نبني غزه كمدينه ذكيه. مدينه ذكيه اللي هي ترند في العالم كله، المدينه الذكيه. انا تخصصي دلوقتي المدن الذكيه، فعامل مثلا دي المؤشرات بتاعت المدن الذكيه، تمام؟ الناس والتنقل والبيانات والاقتصاد والبيئه، كل الحاجات دي انا عاملها بالتفصيل، تمام؟ فبنبدا بقى نشوف ايه المناسب لغزه، وايه الحاجه اللي ينفع انها تتعمل، وايه موارد الميه، وازاي ان احنا نستخدم افضل التكنولوجيات عشان تكون مناسبه لاهلنا غزه. طيب، في سؤال جميل جدا هرد عليه دلوقتي، تمام؟ فكل دي حاجات احنا هنبدا ان احنا نشوفها بالتفصيل. ومثلا التمويل، الترابط المحلي، الانتاجيه، البيانات، الانترنت. الانترنت والطاقه اصبحوا في هرم وصله، اللي هو الاحتياجات الانسانيه، الاكل والشرب والامان والحاجات دي كلها ضافوا عليها الانترنت. الانترنت بقى من الحاجات الاساسيه اللي ما ينفعش انسان يعيش من غيرها. المواصلات، فان شاء الله ان شاء الله اتمنى، ده اللي انا بحلم بيه، ان احنا نعمل غزه مدينه ذكيه تبقى احسن من باريس واحسن من كل الدول اللي هي بتعمل مدن ذكيه باقل تكلفه. يعني انا حاليا بدرس التجارب اللي موجوده في الهند عشان نشوف ايه الحاجات اللي اتنفذت وخلت مدن هنديه ما تكلفش حاجه وتبقى مدن ذكيه، تمام؟ طيب، ان شاء الله ابدا بقى معاك. خلاص انا خلصت واجاوب، بس ايه، همتعكم بشويه صور كده واحنا بنجاوب على الاسئله. دي اماكن من غزه. المسجد العمري ده من ايام عمر بن الخطاب، شكله جميل جدا، اتبنى في الفتح بتاعه، فتح فلسطين. ده مسجد سيد هاشم، ماشي. انا دي كنيسه بروفيوس، من اقدم المساجد في مستوى العالم، اتبنت 425 ميلادي. هجاوب الاسئله واسيبكم بقى ايه مع الصور اللي هتعجبكم ان شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتور، وربنا يتقبل منكم جميعا. كان في كم سؤال بس وردوا يعني في النقاش السابق، أو يعني في التعليقات حضرتك السابقة. في سؤال عن لو كان أغلب الناس يعني أو نسبة كبيرة من الضحايا أو الشهداء نحسبهم كذلك، يعني بيموتوا بسبب الأنقاض بالفعل مش بسبب القصف، زي ما حضرتك ذكرت برضو زلزال تركيا، وفي نفس الوقت احنا عارفين غزة المساحة فيها ضيقة وما فيش اختيار غير العمران الرئيسي، يعني فساعتها بيكون ايه الحل؟ يعني هل يعني برضو نمط العمارة احنا عارفين ان هو ليه مخاطر بالفعل، هل مثلا الحل زي ما حضرتك قلت ان في مواد مثلا او نظم انشائية مختلفة، ولا اصلا محاولة التفكير في طريقة انشاء مختلفة؟ طيب، هي الفكرة كلها في التصميم المعماري والانشائي بيتكامل من اجل حاجة زي كده، تمام؟ وفي بعض النقط هقدر اتكلم فيها، وفي بعض النقط مش هينفع اتكلم فيها. يعني طيب، الحاجات اللي احنا هينفع نتكلم فيها، في حاجات مثلا زي ان في بعض المواد بيكون تاثيرها قليل لو حصل لا قدر الله ان البيت وقع، زي مثلا الطوب الني. الطوب الني بيتبني 5 ادوار، تكلفته بسيطه. لو حصل لا قدر الله وقع، الانسان ممكن يتحمل شويه طينه من غير ما يحصل له حاجه، بيتفتت او يعني بيتقسم لقطع صغيره عكس الحاجات الكبيره.
في تصاميم موجودة وناس ما شاء الله يعني أساتذة شغالين عليها، إن يبقى في مأوى أو شطر أو مكان ناس تبقى موجودة فيه، يعني ليها أفكار كده بلاش نحرقها دلوقتي. في كل بيت مثلا ممكن يبقى فيه غرفة، ودي موجودة في اليابان، وده في القانون بتاع الكيان سنة 1950 عمل كود خاص بيه وقال لك ممنوع إن أي عمارة تتبني غير لما يكون في ملجأ تحت البيت وغرفة في كل دور وملاجئ في الشوارع، تمام؟ بحيث إن أول ما يحصل إنذار تبدأ إن أنت تروح، والملاجئ دي لها شروط ولها تفاصيل ولها حاجات زي كده موجودة في الكتاب اللي هشاركه معاكم إن شاء الله دلوقتي، هبعت لكم الرابط دلوقتي، تمام؟ فهي ليها حلول لكن لازم تكامل المهندس المعماري مع المهندس الإنشائي، تمام؟ تمام يا باشمهندس. في حد برضو كان بيسأل عن طريقة الإيواء العاجل بأكياس الرمل، فكان بيسأل هل دي فيها خطر لو انهارت أو كده ولا لأ؟ هي كل حاجة بيبقى لها خطورة، لكن هي الخطورة بتاعتها بتكون قليلة لأن إحنا بنفتت الركام، يعني الركام مش بنبني بيه على طول أجزاء صلبة، لأ بيتفتت وبيتحط في أكياس، والأكياس دي بتتبني، تمام؟ بيبقى بشكل ليها مزايا كتير، يعني هي ممكن تتبني بشكل يبقى مضاد للرصاص لأن سميكة، الارتفاعات بتاعتها متبقاش كبيرة، تمام؟ يعني ممكن تبقى دور أو دورين. فاتبنت في اماكن زي مصر اتبنت فيها وما كانش فيها مشاكل، واتبنت في سوريا واتبنت في ايران واتبنت في اماكن وبتبني في امريكا واماكن فيها مشاكل واثبتت انها كويسه، لكن ليها طريقه معينه، يعني في تكنولوجيا موضوع، يعني في ناس بتبني فيها من الاف السنين من غير مشاكل، بداوا يطوروا فيها وبدا ان يبقى في دراسه بحيث ان يبقى معروف الارتفاع بتاعها نوع الكيس نفسه، كل الحاجات دي بتتعمل بشكل اكاديمي بحيث انها تتعمل بشكل كويس. يعني حسن فتحي كان بيدمج العماره التقليديه او الناس اللي بتعملها بالفطره مع اللي هو درسه في المدارس الاوروبيه بحيث ان هو يعمل حاجه كويسه. فاحنا دلوقتي بنحاول ان احنا ندمج الاثنين مع بعض بحيث ان احنا نقدر نوصل لافضل حاجه تكون تخدم الانسان. تمام؟ نفس فكره وجود السرداب في البيوت الشاميه القديمه. يعني الفكره هي احنا عاملين فكره كده كويسه لكن منتظرين ان شاء الله انها تتنفذ باذن الله. في دكتور سؤال، لو ان الحرب مثلا لا قدر الله استمرت فتره اطول من المتوقع، هي بالفعل يعني استمرت، ربنا يعجل بالفرج يعني، بس في الحالة دي والناس عمالة يعني تعاني مثلا بسبب الحر وأمراض وهكذا، هل ممكن يبقى في حلول عاجلة يتم مشاركتها دلوقتي بالفعل الناس تقدر تحاول تعملها في غزة، أو حتى لو في حالة إن الحرب وقفت وما بقاش فيه يعني ما تمش السماح بالعمارة أو ما دخلش المواد اللازمة، فهل ممكن ساعتها بقى يبقى في تفكير بقى مختلف فعلا، إن هو يبقى في حلول زي ما حكيت حضرتك مثلا الحلول العاجلة دي يتم تعميمها أو تطويرها مثلا بشكل عاجل عشان الاحتياج بقى أكبر؟ تمام. هو دلوقتي حاليا في جامعات كتيرة في مصر وفي الأردن وفي دول كتيرة جدا بدأت تعمل الموضوع دوت، إن مشروع التخرج للطلبة يبقى عن إعادة العمار في أماكن كتيرة مسؤولة وعندها يعني نقابات وحاجات مسؤولة بدأت إنها تطرح الموضوع ده على الشركات، ويبقى في مسابقات وفي مثلا هاكاثون موجود دلوقتي مثلا في تركيا تبع المؤسسة اسمها مؤسسة البادار والمنار، عاملين يجمعوا الأفكار بحيث إن أي فكرة كويسة يقدروا إن هم يبعتوها يشاركوها، تمام؟ فكرة بقى السماح ومش السماح، أنت لازم تبني على الفكرتين، إن هم سمحوا بالدخول وغير سمحوا بالدخول، لكن من كل التجارب السابقة ما ينفعش إن هو يمنع، يعني من كل التجارب اللي حصلت في الحروب اللي فاتت هو بيرخم، لكن ما ينفعش إن هو يمنع لأن هو المجتمع الدولي بيقفله بيقول له ان المواد دي لازم تدخل. هو ممكن يرخم بقى في ايه، يقول لك مثلا ايه المبنى عشان يتبني لازم يتبني باكتر من حاجه، بحديد واسمنت ورمل وطوبه هكذا،
بيرخم في ماده من المواد، فسمح لك بدخول كل المواد ما عدا ماده، فساعتها خلاص الناس فهمت الفكره وبتضغط عليه. لازم تبقى عامل حسابك في الفكرتين، ان في الاول هيمنع شويه لكن بعد كده لازم ان هو هيوافق. ففي الفكره دي في الفتره الاولانيه هتبقى في افكار معينه للبناء، لان انا مش متوفر عندي، هضطر ان انا اعمل اعاده تدوير للمواد بحيث ان انا استخدم كل المواد اللي موجوده، استخدم الركام في ان انا اعمله. لكن المجتمع الدولي هيضغط عليه زي ما حصل في الحروب اللي فاتت ويقول له لازم تسمح بدخول المواد ديت. في مواد هيرخم فيها شويه على اساس ان موضوع الانفاق وحاجات زي كده، لكن مواد البنى الكامله ان شاء الله هتدخل ان شاء الله. يعني احنا واثقين ان نتيجه الحروب اللي فاتت الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وانا سني مش شيعي، بس رضي الله عنه زي ما الامام البخاري بيقول، بيقول لك ايه، استدل بما كان على ما هو سيكون، فان الامور متشابهات. يعني شوف اللي حصل قبل كده واستفاد وتعلم من الدروس السابقه، وبحيث ان انت تفهم ايه اللي هيحصل في المستقبل. واحنا نامل ان شاء الله ان يتم السماح بدخول كل المواد نتيجه ان العالم كله شاف الجرائم المره دي فيديو. يعني الجرائم اللي فاتت كنا بنسمع عنها او بيتم تجذيبها، انما احنا شفنا فيديو، ففي ضغط اعلامي ان شاء الله. ان شاء الله نامل يا باشمهندس. طب في سؤال برضو مرتبط بنفس الموضوع، انه في حاله بدا اعاده الاعمار، هل في تقدير معين للزمن المطلوب او كده؟ لانه مثلا شفنا ان بعض المنصات العالميه اوكي بتقعد تهول من حجم الدمار وتقول انه محتاج بس 14 سنه للركام، وفي النهايه تلاقي مهندسين بينكروا ده وبيقولوا ان دي حرب نفسيه وهكذا. فهل اعاده الاعمار برضو يعني هي قابله ان شاء الله للتحقيق في وقت يعني يسير، ولا هو الموضوع فعلا صعب ومحتاج وقت اطول؟ طيب، هي الفكرة كلها الموضوع ممكن يتم في خلال 6 شهور، موضوع الركام دوت نقدر نتعامل معاه في 6 شهور، لكن بشرط ان المعدات تدخل. يعني في شركات بالاسم اعرفها في الاردن وفي مصر عندها خبرات وعندها الكفاءة وعندها الامكانيات انها خلال 6 شهور تقدر انها تتعامل مع الركام وليها تجارب سابقة. ففكرة انها تتم في 12 سنة و 13 سنة، لأ، هي ده فرض ان احنا نتعامل معاه بشكل مانوال وبشكل يدوي والحاجات دي كلها. الشركات دي جاهزه انها تشتغل وعندها امكانيه، فالموضوع ان شاء الله يتم في فتره قليله ونبدا ندخل في الخطوه الثانيه وهي موضوع البناء ان شاء الله. في برضو سؤال على التليجرام بيسأل، هل في حاجة زي يعني عمارة دفاعية مثلا، هل في آليات تحمي المباني مثلا من إنها تسقط أو كده، طيب، أو تقلل الخسائر زي كده؟ في طبعا أكتر من فكرة، وفي حلول، وفي يعني الواحد بيشرح حاجات زي كده. في حلول إن أنت إزاي تبني حاجات تقلل الضرر اللي بيحصل، وفي حاجات فيها بتبقى غير مكلفه. تمام، يعني احنا ممكن نبني حيطه مثلا من تراب مضغوط وركام، وبعد كده تراب مضغوط في حدود 50 سم 50 سم 50 سم، ده بيعمل حائط يستحمل قوي جدا. لكن الفكره كلها في الحاجات اللي بتسقط من فوق الطيارات دي محتاجه دراسه. لكن الحائط اللي انا بقوله دوت بيؤدي لتخفيف الضرر لو في حد بيهجم بعربيه او بدبابه او راكب او حاجه زي كده. في افكار كتيره بس ما ينفعش نقعد نتكلم فيها بالتفصيل، لكن في افكار. او على فكره الاحتلال استعان كتير جدا في العماره، عشان كده انا طرحت لكم كتابين، الكتابين اللي كاتبها يهود، فهو بيشرحوا الافكار اللي هم كانوا بيعملوها. هو حتى في واحد من المعماريين كان، هو كتاب من اول صفحه الصراحه يعني مرعب، بيقول لك انا كنت ماشي فعمال اشوف اثار، فاقول لهم اثار ايه دي؟ يقول لي اليونان. يا اخواننا اليونان ايه ده؟ دي مساجد. تمام، فهم عايزين يمحوا التواجد الحضاري او نسبه اي مبنى حضاري الحاجات دي.
فهم استعانوا بمعماريين كتار جدا مشهورين من الباوهاوس والعمارة الوحشية، وقدروا إن هم يعملوا تصميمات معينة المباني اللي هم بيبنوها بتبقى كاشفة المكان كله ومبنية على تبة. استخدموا التكنولوجيا واستخدموا الأفكار المعمارية في إن هم يحققوا هدفهم. فاحنا محتاجين برضو معماريا وإنشائيا نفكر إزاي إن احنا نوجد حلول للمشاكل اللي موجودة. يعني الهندسة إن انت توجد حل للمشكلة اللي موجودة، فعندنا المشاكل دي نبدأ نفكر فيها. وأنا واثق إن ما شاء الله عندنا عقول جبارة سواء في كل الدول العربية، يعني في الأردن، في مصر، في فلسطين، في لبنان. ممكن كل واحد يجيب لنا فكرة بحيث نقدر إن احنا ننقذ الأرواح وإن احنا نقلل الخسائر اللي ممكن تحصل. إن شاء الله، يعني أظن ده فعلا ثغر يا باشمهندس. اه باذن الله ده دورنا دورنا إحنا كله ان شاء الله. إن شاء الله إحنا ممكن نستقبل الأسئلة الصوتية، لو حد يحب ممكن يرفع إيده. ممكن نبدأ أستاذ عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم، يعطيكم العافية. الله يكرمك شمس. أول شيء حابب أشكركم، أول شيء عارف عن نفسي بعد هيك عشان أشكركم. أنا المهندس عبد الرحمن أبو هويدي بالتحديد من قطاع غزة، بس حاليا أنا متواجد في دولة مصر الشقيقة. يعني الله يكرمك، نورتنا يا باشمهندس. نبقى بسيطة عن نفسي، يعني وخبرة متواضعة بسيطة جدا، 4 سنوات بس أنا اشتغلت يعني في غزة، وحياتي كلها في غزة، يعني غزاوي واحد زي ما ما بنحكي شاء يعني. الله. هو أنا التحليل، حابب أول استأذنك بس. فردا فردا واحد واحد لاهتمامكم، بس بينكم بتفكروا فينا، هذا أولا. وللإنسانية إن الواحد بيتعامل معنا بيفكر معنا بحلول، حابب يفيدنا يخدمنا، بس مش يعني كل واحد بطريقته. يعني للأمانة هذا حابب أشكركم عليها، يعني أنا ما شفتش حدا للأمانة على السوشيال ميديا إطلاقا، ما بف يعني إلا المحاضر، أنا لهيندي أول مرة بخش. فهذه بالنسبة لنا يعني حاجة كبيرة، يعني إنه لسه الدنيا فيها خير. الله يكرمك عشان سؤال لي واجب صراحة. يعني انا يعني امانه بتكلم، مش لان انا حاليا موجود بالمحاضره او اشي، بس انه يعني الحمد لله على كل حال. ما هو عشان كده احنا عملنا الواجب ان كل الناس توجد حلول وتبدأ انها تكتبها على السوشيال ميديا، ونحرك الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب، يعني ان شاء الله اول اشي كمان تخلص الحرب على خير، ونشوف اهلنا بخير يعني، وربنا يشفي مصابينا ويطلع اسرانا على كل خير يعني يا رب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. انا حابب يعني عندي بس شويه نقاط كنت حابب اضيفها. يعني في اول حاجه شغله اتغفلنا عنها، اللي هي عباره عن عمليه الاحصاء. يعني بمعنى عمليه الاحصاء للركام اللي هيكون موجود، هذا اولا. عمليه الاحصاء للمباني المهدومه، عمليه الاحصاء للمباني المهدومه كليا وجزئيا، المباني اللي ممكن نعملها ريهابليتيشن اللي هو ترميم، تمام. هذه حاجة أساسية، لأنه إحنا بناء على المعلومات الإحصائية أنا هقدر أعطي تكلفة أو أعطي تقدير لأنا إيش الوضع اللي أنا رايح له، اللي أنا فيه حاليا، ولا إيش أنا رايح. تمام. صحيح؟ هتكلم غلط. لا لا تمام. انا الكتاب اللي انا بعته لك دلوقتي ان شاء الله فيه جزء كبير قوي عن الاحصاء، وفيه جداول احصائيه، وفيه ازاي تعمل، وقعدنا مع الهلال الاحمر وكلمنا في موضوع الاحصاء ده بشكل تفصيلي، بس وقت المحاضره ما سمحش. لكن هي اعاده الاعمار، يعني مرحله الاحصاء مش مفروض دلوقتي، المفروض لما الحرب توقف. في ناس بتعمل اول ما اه في في ناس بتعمل احصاء حاليا، يعني في ناس بتعمل احصاء حاليا وما شاء الله جهدهم مشكور على راسي من فوق. لكن هي الفكره كلها ان الارقام بتتغير كل شويه، فمفروض لو في مبلغ هيصرف على الاحصاء يتاجل لحد ما الامور تستقر، تمام. لكن الكتاب صحيح اللي انا بعته لك ده، المبلغ المقدر الكتاب اللي انا بعته لك فيه فصل كامل عن موضوع الاحصاء، وفصل كامل عن الركام، وفصل كامل عن حاجات كتير جدا احنا ما اتكلمناش فيها، لكن هي مهمه جدا زي ما حضرتك قلت. صحيح. شغلة تانية، يعني حابب بحكم ان انا طول عمري عايش في غزة، يعني غزاوي، اتوقع ذلك، اتوقع انه
انه كمان في شغله تانية احنا ما خدناش بعين الاعتبار بالنسبه للسكن المؤقت اللي هيكون، انه حجم عدد السكان للاسره، يعني بمعنى احنا عفوا الفلسطيني بطبعه ولا يعني بمعنى انه احنا بنخلف كتير، بنحب العزوه لسببين، يعني احنا بنحب العزوه وشغله تانية احنا بنقاوم فيها. تمام. انه هل دائما احنا ما اخذناش في عين الاعتبار انه مثلا المأوى لو انا بدي ادخل مثلا خيمه، هل الخيمه احنا متوسط عدد الاسره الواحده في قطاع غزه سبعة الفار اللي هو سبع افراد يعني. تمام. فهل الخيمه الواحده تدخل للسبع افراد؟ اطلاقا لا، اطلاقا. مظبوط. يعني هذا الشيء يتخذ في عين الاعتبار، فانا شايف اعتقد ذلك يعني، انا مش يعني هذه ممكن ما كلامي يقول الصواب يعني ممكن يقول الغلط، انه ممكن الكرفانات كحل مؤقت. تمام. يعني كانه كمان وصل بنيه تحتيه بمعنى كهرباء، غاز، ميه، لانه هذه الحاجات الاساسيه ما تقدرش تستغنى عنهم، غير هيك انت محتاج تكييف سواء في الحر او في الشتاء. لانه اللي بعرف غزه بعرف انه كميه الامطار اللي بتهطل يعني بتنزل عليها يعني بفضل من ربنا يعني كبيره جدا كبيره جدا. تمام. فهذه اشياء معطيات عوامل لازم تاخد في عين الاعتبار. تمام. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا واخدينها فعلا، لان في كذا تصميم احنا عملناه وكان معانا ناس اصلا من الاردن ومن غزه فعندهم درايه بالقصه دي، وحددنا لازم يكون ما ينفعش يكون غرفه او غرفتين، واحنا ما اتكلمناش في ولا مره خيمه، يعني ما قلناش من ضمن الحلول الخيام خالص، لان فعلا عارفين الظروف وعارفين العدد الحاجات. فموضوع البيوت لا مراعيين فعلا في التصاميم، انا مش عارض ولا تصميم، لكن لان لازم استاذن الناس اللي شاركوا معايا. لا عاملين حسابنا ان لازم فعلا عدد الاسره يكون قابل ب8 و9 و10 بحيث نراعي المشكله دي، مراعيين الموضوع ده ان شاء الله ان شاء الله. وغير ذلك احنا شعب متحفظ بطبعه، يعني ما بقدر اقول ان احنا منفتحين كثير ولا احنا منغلقين كثير، احنا متدين شويه، يعني بمعنى احنا لنا سياسه في السكن، يعني بمعنى احنا بنحبش نسكن لازقين في بعض، اختصار كده، بنحبش نكون لازقين في بعض عشان ايه كل واحد خصيته يعني. فدي عوامل ممكن تتاخد في عين الاعتبار بالنسبه للسكن. في حاجه ثانيه احنا اتكلمنا فيها اللي هي الاستفاده من الركام الموجود، ونعمل احنا وصص اللي هو استدامه. فانا في يعني برضه في رايي متواضع احنا ممكن نستخدم الركام في ميناء غزه اللي هي ميناء الصيادين بنسميها، اول للسان تاع الميناء، يعني بمعنى احنا ممكن نستخدم جزء كبير، وهذا اللي كانت بتطمح له اسرائيل انه هي ممكن تاخذ جزء كبير من الركام تاعنا، مش حبا فينا يعني ولا بدها تشيل عنا، لا هي عشان تستفاد منه في الميناء اللي هي ميناء زدود اللي عندها. فاحنا لا احنا ممكن نستفيد فيه بانه نكبر حجم الميناء تاعنا، هذا نمره واحد. ممكن نستخدم الركام في نظام انه احنا ممكن نعمل تكسير لهذا الركام ونستخدم نعمل فيه اعاده تدوير للمواد هذه ونستخدمها في اشياء ثانيه، نستخدمها في اشياء ثانيه شبه مثلا ايش؟ مثلا اعتاب خرسانه مثلا مش قويه، هذا شغله ممكن نستخدمها في البنيه التحتيه، يعني الخرس في الشوارع كيعني اللي هي الطبقه الثانيه تاعت انا نسيت ايش اسمها، مش السب جريد اللي تحت السب جريد، البيس كورس مثلا ممكن نستخدمها. ممكن حاجه ثالثه ممكن نستخدمها في ترشيح المياه الامطار، يعني بمعنى ممكن تعمل فلتريشن للمياه انه تصبح متنقيه بشكل اكبر. ففي عده افكار يعني، بس انه الفكره في الازاله، في الحجم، في المساعدات بالنسبه للشركات. تمام. يعني هذه حاجه اضافيه يعني. طيب هو تقريبا انا لما ذكرت المعايير، اول معيار ذكرته تهويه الوحده، لازم يبقى في تهويه بشكل كويس، في نار بشكل مصدر طبيعي، في تكييف، في كل حاجه. تاني حاجه توفير خصوصيه بموالاه احتياجات وثقافات السكان، وقلت ان احنا كشعوب عربيه لينا حاجات خاصه ممكن تكون مختلفه عن الدول الاوروبيه، فانا متفق معاك في حضرتك بتقولها. تمام. ويعني ان شاء الله يعني انا بكتب الحاجات اللي حضرتك بتقولها بحيث برضو لو في عندي حاجه ناقصه اكملها ان شاء الله. لكن هو الفكره كلها ان الوقت مش مساع، فاحنا عشان ما نطولش عليكم خدنا سريعا كده بعض النقط، لكن الثلاث كتب دول لما نقراهم
نقدر نفكر فيه. ومرت وانت بتقرأ خد جزء وانشره على السوشيال ميديا بحيث الناس كلها تخلي بالها وتفكر. يعني في حاجة كتيرة جدا في أرض جوفاء واحتلال مدني وعادة العمار فيها أفكار حلوة. تلات كتب فيهم أفكار ممكن تكون مفيدة إن شاء الله. إن شاء الله يا باشمهندس. أنا عندي كلام كتير بس أنا مش حابب أطول على المشاركين، وحابب أتشكركم مرة تانية وربنا يبارك فيكم. إن شاء الله أي حاجة يا ريت لو عندك حاجة ابعتها لي صوت أو كتابة وأنا هسجلها واستفاد طبعا، لأن أنت حضرتك أهل غزة أضرب بالسكن بتاعهم والحاجات دي كلها. صحيح كل واحد أضرب في حال شعبه في منطقته في الظروف. ابعتها لي حتى على الخاص أو على الجروب ونستفاد منها إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تحيه للجميع، وبتمنى يعني تقراوا الفاتحه على ارواح شهدانا وتدعوا بالشفاء ربنا يفك اسرانا اللي ما حدا بيذكرهم اطلاقا. هذه قضيه مهمه. اكيد طبعا اكيد في قضايا كثيره جدا، يعني قضايا الشهداء لازم تسديد الدين اللي عليهم دي، لازم المجتمع كله يتحرك في حاجه زي كده، توفير السكن وتوفير الادوات الدراسيه، وبالذات الناس اللي هي بره في غزه وموجودين مثلا في الدول العربية وأهليهم مبقوش يبعتوا لهم فلوس، فلازم كل واحد يشوف أقرب حد ليه يتكفل معاه ويساعده، لأن احنا كلنا واحد مفيش فرق بيننا إن شاء الله. شكرا باشمهندس عبد الرحمن وربنا يفرج عنكم. هنبدأ نلقى الأسئلة الصوتية برضو. و تفضلين اسمع. السلام عليكم يا باشمهندس. معلش انا بس كان عندي سؤال يعني صغير، يعني الافكار اللي حضرتك قلتها دي ملهمه جدا. هي عايزه حد عنده معلومات بيزك شويه عن العماره وتكلفها والمواد بتاعه البناء والخام، مش مهندس خالص يعني. انا مثلا تخصصي طب. حلو جميل. لما بعرف الحاجات دي بنبهر بيها، لكن انا ما بقدرش يعني ادخل واتكلم فيها. اقول لحضرتك حاجه، انت حضرتك اهم واحده فينا كلنا. انت مثلا في المجال الطبي ممكن تبداي تشوفي ايه المشاكل اللي موجوده. يعني في بعض الامراض بدات تظهر نتيجه مشاكل كتيره مش عايزين ندخل فيها، لكن نتيجه الحصار ونتيجه عدم التوافر، ففي بدات مشاكل. حضرتك امسكي مشكله تمام، واحتسبي عند ربنا الوقت، احتسبي عند ربنا الوقت ان انت هتبداي تدوري على النت وتشوفي ايه الحلول وتنشريها. يعني ظهر مرض مثلا اكس هناك نتيجه ان في نقص في حاجه معينه، ايه المواد الطبيعيه اللي ممكن انها تدرسها تمام. احنا لما بدانا مش فاهمين حاجه، وفي حاجات كتير قوي يعني مش موضوع البيئه ده عمرنا ما تعرضنا ليه، المشاكل اللي هي خاصه ب... فقعدنا ندور ونسال وكده. المجال الطبي مهم جدا، ده اهم حاجه. اهم حاجه كان الامام الشافعي يعني بيقول لك لولا الفكر اللي اتخصصت في الطب. فموضوع الطب ده مهم جدا. حضرتك ممكن تشوفي اصدقائك وتقعدوا مع بعض والدكاتره تبدا انها تشوف ايه الحلول للمشاكل الموجوده. نبدا ندور على النت ايه المشاكل الموجوده عند اهلنا في غزه نتيجه الحصار ونتيجه نقص الميه ونتيجه كذا. طب ازاي ان احنا نتاكد ان الميه دي صالحه للشرب؟ ازاي نتاكد ان الطعام دوت ممكن مثلا ما فيش امكانيه ان احنا نسخنه ما يبقاش مؤذي؟ فدوركم مهم، اهم بكتير من اللي احنا بنعمله. هو فعلا يعني الحراره بتروح حقيقي، بس انا رايي ان ده محتاج وقت. يعني محتاج وقت. احنا مش عارفين الموضوع ايه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم حديث مهم جدا كلنا حافظينه، اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. الساعه بتقوم ما حدش ياكلها، الفسيله دي انا راجل فلاح، دي اللي هي النخله الصغيره دي عشان تطلع بتقعد لها 50 سنه تمام. لا مش قصدي، انا مش قصدي في الوقت اللي احنا هننطقه، بس يعني انا قصدي انه اصلا ان احنا لو بدانا يعني ممكن ما نتوقعش من نفسنا او حد يتوقع منا نتائج قريبا. لازم طبعا زي ما حضرتك قلت لما بداتوا، يعني انا كنت بداتوا بقالكم فتره، فالموضوع هيحتاج وقت علشان اصلا الناس تبتدي انها تفكر تجمع الحاجات دي، تجمع الداتا في التخصصات المختلفه. طيب كويس يعني رايي كويس ان حضرتك طيب كويس ان حضرتك قلت الموضوع ده. في مهندس اسمه حسن فتحي تمام. المهندس دوت كان بيحب يبني المباني للناس البسيطه، وفي واحد غني قال له ابني لي حته الارض دي. الكلام ده كان في مايو يعني في 67. فجاله يوم 6 يونيو
67. قال له مش انت بقالك سنتين عملت حاجه اللي عليا تبني ابني لك البيت؟ قال له هات الحاجات وهبني لك النهارده. هبدا فيه النهارده. قعد معايا وقعد يعمل له تصميمات ويعمل 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 لحد ما خلص له الفيلا دي فعلا خلال سنه. تمام، مع ان هو بقاله كذا سنه بيتحايل عليه وهو يقول لا انا مش فاضي انا ورايا حاجات تانية. فالراجل قال له انت ايه اللي خلاك تفضي نفسك ليا؟ قال له عشان 5 يونيو كنت حاسس ان انا هنتحر لو انا قعدت افكر في اللي بيحصل، فانا عايز اشغل نفسي، فبدل ما انا شايف كارثه ومش قادر اتصرف شغلت نفسي بحاجه مفيده. فاحنا مش بنشغل نفسنا بموضوع تاني، احنا بنشغل نفسنا بالقضيه، بس بدل ما انا حاسس باليأس وحاسس بكلة الحيله وحاسس ان ربنا هيحاسبني، لا والله انا هفرغ طاقتي كل ما انا نفسي فاضي، بدل ما هدخل هنا ولا هنا هقعد ادور على الحلول. تمام، هبدا ادور على الحلول، هحتسب الوقت عند ربنا ان انا هقعد ساعه او ساعتين ادور على حل للمشكله ديت. ممكن ربنا يفتح عليكي وتكتشف حاجه العالم كله مش قادر يكتشفها. تمام، وممكن تلاقي حل بسيط متطبق. يعني كان عندنا مشكله مثلا في موضوع الطاقه وانا بدور لقيت حل كده وبعته للناس المتخصصين في لجنه الطاقه، حل لقيته موجود في دوله فقيره مش فاكر في الفلبين ولا فين، والحل ده جاهز وفعلا اتبعت وان شاء الله يشتغلوا بيه. كيس كده بيبقى فيه بطاريه وفكرته بسيطه جدا، بحط فيه ميه وملح في لمبه، اللمبه دي بتنور. والكلام ده احنا قلنا هبل، وفي دكتور صديق اشتراه وجربناه واشتغلت، جربناه شفناه بعينينا، يعني احنا مش بعتنا التجربه يجربوها، لا احنا اشتريناها وجربناها واشتغلت. كيس في لمبه وبطاريه، البطاريه دي ما لهاش علاقه، يعني ما تقدرش البطاريه تقدر تقول حاجه بتشغل البتاع، ما بيشتغلش بالبطاريه، بيشتغل بميه وملح، بيحول ميه وملح، ودي نظريه ايونات وحاجات زي كده، راحت اللمبه اشتغلت. فقدرنا نوفر حاجه اناره، اخواننا الفلسطينيين يقدروا او اخواننا في كل مكان يقدروا ان هو ينوروا المكان في ظل ان مفيش بطاريات ومفيش طاقه شمسيه ومفيش كهرباء ومفيش حاجه خالص بشويه ميه وملح. فايه راي حضرتك؟ لان احنا اخذنا بس الفكره وقلنا هنحتسب الاجر عند ربنا، ربنا يسر لنا الفكره دي. فانت احتسب الاجر عند ربنا ايا كان تخصصك، يعني اكيد ربنا اداك حاجه تخليك تخدم اخوانك في كل مكان ان شاء الله. فانت برضو فكري ايه الحاجات اللي ممكن استفيدهم، طب ممكن ادرس كذا، طب وهكذا. ممكن تدور على اخت مثلا او حد موجود في مصر مش عارف يذاكر الماده دي، طب انا هذاكرها لك. يعني كل واحد دي بتخلي الواحد بدل ما هو نفسيا مضغوط ومش قادر يفكر، لا انا قدرت ان انا احل مشكله واحد بس، قدرت ان انا احل مشكله صغيره وواحد تاني يحل مشكله صغيره، نلاقي المشاكل كلها اتحلت ان شاء الله. باشمهندس حبيت اصحيك لو في معماريين او مهندسين بالفعل حابين برضو يساهموا ويساعدوا مع الفريق بتاعك، ممكن يعملوا ده ازاي؟ والله احنا كلنا ممكن نتعاون مع افراس ان احنا نكون تيم موجود اونلاين، ونبدا ان احنا نطرح الافكار ونناقشها ونبدا مع بعض. مثلا بكتاب عدد العمار ايه الافكار الغلط اللي فيه وننقحها ونحاول ان احنا نطرحها، نحاول اي فكره عندي اطرحها على السوشيال ميديا احرك القضيه. تمام، في مسابقات ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه في كذا جامعه في مصر هتعلن عنها، ويتم السماح لاي حد في اي مكان ان هو يشارك فيها. حط الافكار دي زي ما انت عايز، انشرها على السوشيال ميديا، حطها على فراس، حطها يعني حط اعمل فكره واكتبها وما تستصغرش نفسك. يعني احمد بيتو مثلا كان لسه متخرج بقاله سنه واحده وفاز في مسابقه داخل قصاد عمالقه، فما تقولش لا ده انا ما اعرفش، لا ده انا لسه في اول سنه في الكليه. اعمل اللي تقدر عليه وسبحان الله ربنا هيبارك في الجهد البسيط. نقدر ان احنا يعني لو افراس يسمحوا لنا نتعاون مع بعض في جروب او في جروب مستقل نحط الافكار ونناقشها. ممكن حد يقول مثلا والله الفكره دي غلط انا عندي تطوير ليها. تمام، حسن فتحي عمل فكره، حسن فتحي مش اله، حسن فتحي مهندس عنده فكره غلط هنطورها ونصلحها. هو كان عنده مشكله مثلا في حاجه معينه مثلا في السقف، هنقعد نشتم فيه ولا نطور فيه؟ نطور فيها. عمر ما بعرفش في حاجه، طب انا ممكن اطور في الفكره بتاعته، فنطور مع بعض وان شاء الله ربنا يبارك فيها وتعمل حاجه كويسه. تمام دلوقتي استاذ معتصم اتفضل حضرتك.
السلام عليكم. السلام. مهندس معتصم بالله. ازيك يا مهندس عمر؟ امورك ايه؟ الحمد لله. الله يكرمك. انا بس شاركت كده في الشات بمعلومه، اتمنى المعلومه دي هي مهمه لانها من مهندسين شاركوا فعلا في الاعمار في 2014 و2009 وتقريبا هم مشاركين عموما غزازوه، منهم ناس في مصر ومنهم ناس بره روسيا واوروبا. باشمهندس احمد كان معايا من غزه وكان اداني معلومات، قعدنا فتره نقاش في الموضوع اعاده الاعمار وكنا بنتكلم جديا في نفس الافكار اللي حضرتك طرحتها مع في النقاش دلوقتي. هو عنده طبعا حته الاحصاء زي باشمهندس عبد الرحمن ما اتكلم، دي كانت اهم نقطه عندهم لان الموضوع المره دي مختلف. اعاده الاعمار هتكون للقطاع بالكامل لانه بالكامل تقريبا مدمر. للاسف الموضوع هو مش متفائل به لان هو شارك في اللي قبل كده، فقال لي الموضوع هياخد اولا فتره طويله جدا لان احنا كل الركام ده زي الافكار اللي حضرتك قلتها كلها تستخدم، تقريبا معظمها بيستخدم في اعاده البناء، فده عامل زمني كبير اصلا. ثانيا التخطيط بتاع القطاع، اصلا القطاع كان تقريبا ملتحم تماما، مبني كل الاجزاء اللي فيه، فالتخطيط بشكل يسع الفكر العربي او الثقافه العربيه او الثقافه الغزاويه والفلسطينيه بحيث ان البيت يسع عدد كبير او كده هيبقى محدود طالما القطاع ما زال بنفس المساحه، مفيش اي امتداد، مفيش اي حاجه، فدي لازم تكون بعين الاعتبار في الافكار اللي هتطرح بحيث ان يبقى في افكار غير تقليديه. مش عايز اكون كلامي محبط، بس هو كمان قال لي هو شغال مع شركه استشاريه ايطاليه، تمام، وبيقول لي يعني ان هو جاله تعليم قبل ما يخرج طبعا من القطاع ان هو كان في كلام من بعد شهر تقريبا او شهرين من الاحداث ان جال الشركه تعليمات من الولايات المتحده ان خلاص هم جاهزين بعاده الاعمار وان اللي هيدير الموضوع بالكامل هم اللي هيحددوا كل حاجه زي ما كانوا محددين قبل كده من الموردين للمواد، والمواد اللي داخله بكميات واعداد كلها محسوبه عن طريق مقاول معين بيدخل بالمكان المعين بتصريحات معينه، فالموضوع المره دي هيكون اكثر تعقيدا. فالافكار المطروحه اتمنى وانا احاول بقدر الامكان اساعد لو في امكانيه بكل الاشكال ان الافكار المطروحه تكون ملائمه للي احنا محتاجين نعمله في اعاده الاعمار، وفي نفس الوقت مش متعارضه بشكل كبير مع الفكر اللي هيكون موجود، فكر الامريكي او الفكر الاسرائيلي، بحيث ان هو الصهاينه مش عايزين لو الموضوع وقف مش عايزين صداع تاني او مش عايزين مشكله زي دي تاني. طبعا الموضوع يعني ممكن يكون محبط دلوقتي، بس احنا نتمنى اصلا ايقاف الحرب باي شكل حفاظا للارواح لانها اهم من اي حاجه. اتمنى طبعا ان احنا ناخد ارضنا من تاني ونسكن في مساكن الذين ظلموا انفسهم، وده هيكون افضل، وناخد ارضنا كلها ونبنيها كلها مش بس القطاع، لان زي ما حضرتك قلت المستوطنات ووضع الضفه بيزيد سوق بعد سوق، وربنا يستر. بس كل الحاجات بتاعت غزه دي لو هيتم عمل جروب او كده انا هحاول ان انا اشوف الباشمهندس احمد ان هو يدخل ويدخل كل الاصدقاء والمهندسين في القطاع اللي شاركوا في اعاده الاعمار اللي قبل كده بحيث نبدا من حيث انتهوا. انا في جزء فاتني ما اعرفش في حاجات يعني انا قلتها مكرره ولا لا، بس اهل غزه زي ما باشمهندس عبد الرحمن كان موجود هم ادرى باللي فات الخبرات بتاعتهم، وبالتالي هيفيدونا اكتر بحيث ان احنا من يعني ايه ما ناخدش افكار او نمشي في طريق في الاخر الطريق ده هم عارفين ان نهايته هتكون مسدوده. بس طيب بص يا سيد الفاضل، طبعا انا سعيد بالمداخله على حضرتك وجميل جدا، ويا ريت نتواصل بعد كده ان شاء الله ونحاول ايه نعمل جروب على التليجرام خاص بالموضوع دوت ان شاء الله اعمله النهارده، واي حد حابب يشارك يشارك ان شاء الله. ان شاء الله. فضل لو احنا قعدنا نفكر هم هيعملوا ايه والفرق بين هم عايزين يعملوا ايه وهم وايه اللي هيحصل، هم نفسهم في حاجه لكن مش معنى ان هم نفسهم حاجه انها تحصل، ما هم
تخطيطهم كان من زمان مختلف عن دلوقتي، يعني هما كان اولا حاطين مثلا بعض البيوت جوه غزه، وبعد كده انسحبوا منها. انسحبوا دي غصب عنهم، 7 اكتوبر كان غصب عنهم. لو قعدنا نفكر لا ده امريكا ومش امريكا، ما كانش حصل اللي حصل في 7 اكتوبر. فعايزين نتكلم كمعماريا، هم نسوهم في حاجات كتير جدا، وهو في بعض الدول بدون ذكر اسامي شاركت في التصميم إعادة إعمار في 2014، وتعمدوا إن هم يعملوا شوارع بشكل معين يسمح بدخول المركبات بشكل سيء، يعني اللي هي الشوارع المتقاطعة الطويلة الحاجات زي كده، إنما المفروض إنها بتتعمل بشكل فيرتيكال. يعني التصميم نفسه لو غيرنا فيه هتقدر تدافع بشكل حلو، اللي هو فراكتل. فراكتل اللي هو الطبيعي، اللي هو زي مثلا لما تشوف التفرعات في ورقة الشجرة أو كده، ما بقاش خط طويل. المهم مش هندخل في التفاصيل بتاعت اللاندسكيب، لكن القصد ان هو يحلم براحته وانت بتحلم براحتك. في الاخر دلوقتي مثلا الجهه، في جهتين، كل جهه بتحط مقترح معين لوقف الاطلاق، وحاطه شروط معينه وحاطه اتفاقات معينه. فالجانب اللي في غزه حاطط شروط ان يتم السماح بدخول المواد، ويتم السماح بعوده كل الناس، و حاطين الحاجات بتاعتهم، والناحيه الثانيه حاطه حاجه. فالصراع لسه مش عارفين هيتم على ايه. ممكن يتم بان كل حاجه زي ما احنا عايزين. طبعا من حق امريكا انها تحلم زي ما عايزه، ومن حقنا ان احنا نحلم زي ما احنا عايزين، ومن حق مثلا مصر هي هتشارك في البناء، ومن حق كل، لكن ايه اللي هيحصل لسه مش عارفين. فانت مش عايزين نقول لا ده هم هيعملوا زي بروتوكولات حكومه الصهيونيه، هم هينفذوا اللي هم عايزينه. لا، هم بيفكروا بيخططوا، واحنا بنفكر وبنخطط. هم عندهم ناس بتفهم في العمارة والهندسة، واحنا عندنا ناس بتفهم في العمارة والهندسة. عندهم ناس بتفهم في السياسة، احنا عندنا ناس بتفهم في السياسة. هم بشر، تمام؟ فهم امريكا بتحاول، امريكا ما عماله تفشل في حاجات كتير جدا. امريكا دخلت في حروب كتير جدا فشلت فيها. لو قريت كتاب حرب العصابات مثلا لروبرت، ده واحد امريكي اللي كاتبه، قال لك ان امريكا خسرت 99 حرب مع روسيا في الحرب الباردة او حرب العصابات. فلسه ما هنشوف ان شاء الله. دي حاجة بعيدة عن العمارة، لكن احنا نعمل اللي نقدر عليه، ونحط الأفكار اللي احنا عايزينها، ونشاركها مع اخواننا في غزة، هم يشوفوا الأضرب ايه الحاجة اللي مناسبة ليهم. تمام. هو بس الموضوع مش نقاط، او ان انا بحاول ان انا بس بقول ان ده يتحط قدامنا كبرامج. احنا بنفكر في التصميم، بنفكر لو تم الحرب انتهت بسماح او بعدم السماح، بدخول المواد او عدم دخول المواد. بيتكلمنا مع الناس بتوع المحليات، لو ده حصل ده حصل. لو امريكا هتبني، احنا الناس عندنا ناس بتوع اهل غزه، احنا واحد يعني اهل غزه فيهم معماريين وكذا، نقف بقى قدام اي فكره سيئه او هتدمر او حاجه زي كده. خلاص عندنا وعي من الظروف اللي فاتت في التخطيط العمراني والتخطيط والحاجات دي كلها، نشوف الانسب لاهلنا في غزه ويطبقوه ان شاء الله. تمام باذن الله. معلش يا باشمهندس، بس انا عايز اضيف حاجه. انا شايف الباشمهندس مش متفائل كثيرا بحكم ان هم ما بيشوفوا من الاخبار، بس هم ما بيعرفش. يعني انا اعذر ان هم ما بيعرفش يعني اراده الغزاوي قديش كبيره. وانا هاني برصد له ويسجل على لساني، انا من هلا من 5 ل7 سنوات اذا ما عادت غزه اجمل واحسن من قبل يجي رب باذن الله. انا حابب اضيف له بقى عادي شغله اولانيه. الشغله الثانيه، الفلسطيني ما بيقبلش لحدا غير عربي إذا يعني جاره يقبل انه يعمل عدد اعمار. يعني بمعنى الامريكان والاطلان مش هيسمح لهم، انما ممكن يسمح لهم بانه ممكن يكون جهه مانحه وليست جهه تعيد الاعمار. صحيح، ما شاء الله فقط. واللي حيكون باذن الله، وانا متاكد منه 100%، اول حدا حيكون موجود داخل قطاع غزه غير الفلسطينيين اللي بيبنوا هي مصر ان شاء الله. وتذكروا كلامه، حتكون باذن الله شركه مقاولون عرب ان شاء الله، وسجل على لسان ان شاء الله. انا فعلا تواصلت مع ناس من هناك، ويعني ابدوا استعدادهم. احنا من غير ما نعرف قديش الحب الموجود بين المصريين للفلسطينيين. ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ معتصم وباشمهندس عبد الرحمن. هاجر اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله، عساكم جميعا بخير حال. أنا والله أرى أن من مظاهر اليقين بالله سبحانه وتعالى هذه المحاضرة وما تقدمه أفراس، صراحة يعني من متابعتي لها من فترة، هو من مظاهر اليقين بالله. يعني أن عارف لما نحن نزرع الفصيلة، نحن نبدأ بالعمل ولا ننتظر حتى انتهاء الحرب. يعني نحن الآن نفكر، لأن مرحلة التفكير تحتاج إلى وقت والإعداد. يعني هذه أول نقطة، ونحن يقيننا بالله، لأن نحن نسعى لكن هناك نتائج وهناك جنود لله سبحانه وتعالى لا تعلم. يعني في النهاية هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى، أنت مطالب بالسعي وليس بالنتيجة. هذا الأمر الأول. ثاني أمر أنا صراحة يعني أستصحبه معي في فكرة الإعمار، وهذه صراحة مساحة جميلة جدا، فكرة أن الاستعمار الحقيقي والاحتلال الحقيقي هو احتلال العقول، احتلال الهوية العربية الإسلامية، احتلال. فلما نأتي لشعب، يعني الآن مخططات مثلا الأمم المتحدة لتسهيل دخول الدبابات، ونحن نعرف طبيعة، يعني حتى متابعة أخبار نعرف طبيعة غزة أن هي أرض جهاد، يعني أرض العدو لا يستطيع مواجهتها روح لروح. نحن أصحاب المسافة صفر، هم ليسوا بشيء، هم دبابات يدعون أنها أحدث الدبابات وأحدث الأسلحة، لكن نحن نعلم أن الجهاد هو القوة الإيمانية الدافعة وترتيبات الله سبحانه وتعالى. أقول هذا لأن شعب مثل شعب غزة مربى بهذا الشكل تربية، لم يستعمر عقليا وله هذه الهوية وله هذه التربية الإيمانية، يعني ليخطط من شاء ما شاء. يعني إذا أنت استعمرت، يعني إذا أعطيتني أحسن مثلا أجهزة دفاعية واستعمرت عقلي واستعمرت هويتي، أنت استعمرتني. حتى لو عندي كل مؤسسات الدفاع، ونحن نرى في العالم العربي يعني جنود وأسلحة وأشياء دفاعية، ولكن لا حركة لها. ليش؟ لأن هناك في استعمار، في تهديدات، في شيء، يعني ما نفع هذه الأسلحة ولا هذه الدفاعات ولا هذا الأمان، ونحن لا نستطيع أن حتى يعني نفتح المعبر ونساعد إخوتنا في أكل ومشرب. يعني فالخلاصة أن ليس فقط اليقين بالله، أنا موقنة بهذا الشعب الذي لم يستعمر حقا، هم الأحرار. ونحن يعني أنا أتكلم من مصر مثلا، لا أنا أشعر أننا مقيدة، أنا والله أغبطهم على هذه الحرية اللي هم فيها مع كل هذه المآسي والله. فشعب مثل هذا لم يستعمر رغم هذا الاحتلال كله، شعب يعرف تاريخه وهويته ومترابط بهذا الشكل المربى إيمانيا، أنا أثق إن الإعمار هذا شيء يعني تحصيل حاصل أمام هذا الشعب الجبار. يعني فالله يعني يجزيك خير يا مهندس. يعني أنا سعيدة إن حضرتك يعني لك عمل على أرض الواقع. يعني أغلب الناس اللي استمعت إليهم هم لا يتحدثون فقط ولا ينشرون وعي، لا ليهم أشياء على أرض الواقع، وهذا والله يعني مبشر خير. يعني ربما رجل أحيا أمة الله به. يعني وتحية المهندس عبد الرحمن وكل أهل غزة المشاركين معنا في التعليقات، أنتم على رأسنا، وأسأل الله أن يعني يساعدنا أن إحنا لو بالدعاء لو بالمقاطعة لو بأي شيء نحن نسعى بها إن شاء الله، يعني لنعيد إعمار غزة بإذن الله، يعني وربنا يرضى عنكم أجمعين. يعني تعقبا على كلام بشمهندس هابر، كانوا يعني أثناء الحرب مع أفغانستان بيسألوا يعني إزاي ناس حافية وهدومهم مقطعة وقدروا يقفوا قدام الجيوش الأمريكية، قدام يعني مخافوش وقدروا يصمدوا أمامهم. فقال لهم عشان هم ما عندهمش تلفزيون، ما تفرجوش على الأفلام اللي انتوا بتعملوها، وما تفرجوش على الأفلام اللي انتوا بتعملوها بتطلعوا فيها البطل الأمريكي وبيتغلب على ألف واحد وسوبرمان وجندي اللي انقذ العالم، والافلام جه احتلال من كواكب تانية وواحد امريكا هو اللي اتصدى لها. فهم للاسف يعني نشروا في قلوبنا ان احنا حاسين ان هم بيتحكموا في العالم. يعني كتاب بروتوكولات الحكومة، كتاب مزيف زي ما الدكتور عبد الوهاب المصري بيقول، هدفه ان هو يقول لنا ان هم بيتحكموا في كل حاجه، الخطوط كلها معاهم، هم اللي ياخدوا قرارات، هم اللي يعملوا كذا. لا، يعني الافلام حاجه والحقيقه حاجه تانية. هم ما قدروش على شويه ناس يعني في 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 افغانستان او هنا او هنا. وكان في مراسل صحفي في الفلوجه اثناء الاحتلال العراق، فعسكري بيقول له عارف ايه اكتر مدينه وقفت قدامنا؟ قال له ايه؟ قال له الفلوجه، لان الفلوجه ما كانش فيها مطاعم ماكدونالدز او كنتاكي، او مش فاهمين الثقافه الامريكيه.
انما هي الفكره كلها ان في ناس بتتاثر بالثقافه او بيفتكر ان امريكا دي هي اللي بتاخد القرار او هي اللي عندها الحاجات. لا، فلذلك المقاطعه دي بتقول لا احنا رافضين التوجه بتاعكم ورافضين كذا. فكره ان احنا بشر، هم بشر، احنا عندنا مهندسين شاطرين وهم عندهم مهندسين شاطرين، هم احنا عندنا دكاتره كويسين وهم عندهم دكاتره كويسين. في قدامنا فرصه كبيره للنجاح ان شاء الله، وان شاء الله يعني ربنا يرزقنا النصر، والنصر ده هيخليك تفرض شروطك ان اني دوله او اني جهه هي اللي هتعمل اعاده الاعمار وتتعمل باني شكل وباني طريقه ان شاء الله. باشمهندس عمر، دلوقتي رساله من منسقين في افراس ان شاء الله يتواصلوا معاك لتكوين فريق لطرح الافكار المختلفه ان شاء الله. احنا خلاص الوقت انتهى، فلو في حد عنده سؤال سريع سواء بالتعليق او صوتيا ممكن يطرحه بس خلال دقيقة. احنا يعني اظن ان شاء الله نكون طرحنا كل يعني تناولنا التعليق والإجابة على كل الأسئلة اللي جات لنا، وبشكر حضرتك جدا باشمهندس عمر وعلى طرح حضرتك الملم بجوانب كتيرة فعلا، مش يعني ناس كتير بتتكلم عن إعادة العمار بدون إلمام بالواقع أو كده، لكن حضرتك جزاك الله خيرا يعني على الجهد المبذول، ويكون في ميزان حسناتك ان شاء الله. امين وعليكم. استاذ قبل ما نختم، افكر الناس بالواجب يحاولوا يعملوه عشان بس ننشط الموضوع، وفي محاضره للمهندس احمد عمر يوم السبت ان شاء الله، فيا ريت كل الناس تحضرها باذن الله. ان شاء الله محاضره يوم السبت الساعه 10، وأظن في تكليف برضو بالاستماع المحاضرة بتاعت مهندس أحمد عمر السابقة عشان النقاش حولها، وشكرا جزيلا لكم، إن شاء الله نقابل يوم السبت الجاي الساعة 10. شكرا شكرا استاذ صالح. شكرا حقيقي.